مشاهدينا ومتابعينا الكرام في كل مكان، مساء الفل عليكم، مساء الفل على احسن جمهور في الدنيا، على احلى جمهور في الدنيا، على اجدع جمهور في الدنيا، على الجمهور اللي دايما بيحس بنديف وقت الازمات، على الجمهور اللي بيصمم يسند فريقه في وقت الازمات، على الجمهور اللي صمم ودخل استاد التتش امبارح وهزه ورجه وهز اللعيبه ورجها ورج كل الناس اللي شافت التمرين امبارح. مساء الفل عليكم كلكم، على اجدع واحسن واجمل واعظم جمهور، جمهور النادي الاهلي تحديدا. يعني كان منظر امبارح بصراحه يعني تقشعر له الابدان زي ما بيقولوا، حاجه تفرح، منظر يرعب اي حد متفرج على جمهور النادي الاهلي، منظر كمان يخلي كمان كل الناس تقول لا لازم الجمهور يرجع تاني بالمنظر اللي شفناه امبارح ده، بالالتزام بالادب بالروح بالتشجيع المثالي المبهر لكل اللي شافوه، لازم نقول ان الجمهور لازم يرجع تاني. مع كل الاحترام لكل الناس، لازم الجمهور يرجع تاني. قدموا صوره مشرفه للنادي الاهلي امبارح والجمهور، وحاجه في منتهى الجمال ومنتهى الابداع. لازم افكركم حصل ايه في استاد التتش امبارح اول ما الفريق نزل، ورينا بيه والله. الله عليكم على جمالكم وعلى روعتكم وعلى كل حاجه عملتوها امبارح. اول تحيه كانت للكابتن الكبير مدير الفني النادي الاهلي الكابتن حسام بدري، عشان عارفين اهميه الكابتن حسام بدري ودوره في اختيار التشكيله اللي هتلعب ان شاء الله يعني مع الترجي ان شاء الله يوم السبت في رادس. تشكيله لازم يكون كابتن حسام بدري مختارها بمنتهى الدقه، تشكيله ان شاء الله هتكسب النادي الاهلي ان شاء الله بدعواتكم ودعوات كل الاهلاويه المخلصين، وان شاء الله بمجهود اللعيبه ان شاء الله يفرحونا يوم السبت باذن الله. الجمهور الواعي، الجمهور اللي حس بشريف اكرامي قوي قوي قوي، الجمهور اللي الناس كانت بتقول بيشتموا شريف اكرامي، تعالوا نشوف الجمهور عمل ايه مع شريف اكرامي امبارح. والله حاجة يعني تخلي الواحد يعني أنا مش عارف أقول للجمهور ده إيه، حاجة فعلا تخلي الواقع يقوم واللي واقع يعني يصحى تاني، حاجة جميلة جدا جدا. اللقطات اللي قدامكم ديت الفريق إن شاء الله بيستعد للتدريب، الحصة التدريبية إن شاء الله اللي هيتمرنها الفريق فور وصوله، الحمد لله طبعا الفريق وصل وهنطمنكم على كل حاجة دي إن شاء الله، والفريق بيستعد لحصته التدريبية. عايز اقول لكم ان الجمهور وقف مع شريف اكرامي واقفه يعني. طيب نعلق على الصوره ونرجع تاني نتكلم على جمهور وكان دوره مع شريف اكرامي ايه. طبعا اللعيبه بتستعد في فندق الاقامه، بيستعدوا لمغادره الفندق علشان يأدوا تدريبهم، وان شاء الله الكلام ده قدامكم على الهواء دلوقتي حالا. ان شاء الله يكون معانا امير هشام عشان يقول لنا كل حاجه لحظه بلحظه زي ما احنا متعودين معاكم، ان احنا نقدم لكم كل حاجه من قلب الحدث. انتوا عارفين لو نعرف نعمل لكم ايه هنعمله، فالمتاح دايما بنحاول نقدمه لحضراتكم. ان شاء الله يبقى معانا امير هشام، ده وليد سليمان، ده محمد نجيب، احمد ايوب، يعني كل الناس على قدم وساق استعدادا للتجربه اللي عارفه ان هي او اللي عارف ان هي هتفرح كل الاهلاويه او كل النادي، كل اللي بينتموا للشعار، كل اللي بيستظلوا بشعار النادي الاهلي ان شاء الله يفرحوا باذن الله زي ما قلت لكم بدعوات كل الاهلاويه بمجهود اللعيبه والجهاز الفني والاداري وكل المنتمين للنادي الاهلي. بصراحه ان شاء الله يفرحونا يوم السبت اللي جاي، احمد الشيخ، حسام عاشور، ازارو، هاني، معلول، احمد عادل،
يعني كل الرجالة، عم حارس طبعا أيقونة النادي الأهلي الجميل. عم حارس ده مين؟ ده أجاي جونيور أجاي، عشان أجاي ما بيبانش. يعني جونيور أجاي، وده طبعا سعد سمير هناك معاه عبد الله السعيد، ولا علي معلول ده؟ عبد الله السعيد متهيألي، كابتن سعيد. ان شاء الله تفرحونا يا رجاله. وحسين السيد، ميدو جابر، شايفين الوشوش عامله ازاي؟ الوشوش يعني ندفد، الوشوش حاسه باهميه المباراه. يعني كنا عاملين من شويه كده بنشوف التقرير اللي هنقدمها لحضراتكم، الوشوش حاسه بقيمه المباراه، كله مركز قوي، مش زعل، لا ده تركيز، وتركيز قوي قوي. ان شاء الله يعني تفرحونا يا رجاله باذن الله. طيب يعني انا كنت عايز اتكلم على الجمهور، وهنتكلم عليه يعني حاجه اقدمه امبارح، نموذج مشرف، نموذج يتعلم منه كل اللي عايز يشجع، نموذج لكل الجماهير في كل الدنيا، للجمهور الوافي قوي، الجمهور اللي ما بيروحش لفرقته على الفاضي والمليان، الجمهور اللي عارف ان فرقته محتاجاه قوي ووقفته معاها هتكون بتديله كل المعنويات الايجابيه، عشان كده راح وصمم، والحمد لله ان هو راح وادى نموذج للتشجيع، عشان يقول لكل الناس المسؤوله يا جماعه لازم نرجع للملاعب تاني، الملاعب بجمهور غير خالص، الملاعب من غير جمهور جسد بلا روح فعلا. ما تسمعنا يا بيبو كده الجمهور وابو افريقيا يا اهلي كده، نفكر الناس بالجمهور، يلا. شفتوا حلاوة الجمهور؟ هنتكلم عليها إن شاء الله بعد ما نشوف ده لقطات يعني حصرية، لقطات على الهواء دلوقتي قدامكم، كابتن سيد عبد الحفيظ، الشناوي، حمودي، طارق سليمان، كل الناس، كابتن حسام البدري الشعلالي، يعني كل الناس. بصوا الوشوش تاني، بأكد على الوشوش وتركيزها، عارفين إن هي مباراة كبيرة جدا، عارفين إن هي مباراة مصرية. سيد معوض إن شاء الله كل التوفيق ليكوا كلكوا بإذن الله. ده صالح جمعة أهو رايح هناك، تدريبة تبقى طبعا تدريبة خفيفة طبعا علشان السفر، بيكون فك كده للعضلات، شوية سبرنتات خفيفة يعني. هنشوف برضو مع أمير هشام تفاصيل التدريب إن شاء الله لما يوصلوا للملعب التدريب، لغاية لما يجي لنا أمير أقول لكم أخبار بسرعة جدا. إن النادي الأهلي أو كابتن حسام البدري تحديدا بيفرض سرية تم على تدريب او على البعثه عموما، الاهلي يفرض السريه على البعثه في تونس. فرض النادي الاهلي السريه على بعثه الفريق الاحمر في تونس بعد ان وصلت البعثه اليوم الخميس. المهندس محمود طاهر بيقول استقبال اكثر من رائع للسفير المصري في تونس لبعثه الاهلي. المهندس محمود طاهر رئيس النادي الاهلي رحب بالسفير نبيل الحبشي سفير مصر في تونس خلال استقباله لبعثه الفريق في مطار قرطاج ظهر يوم الخميس. واشاد طاهر بالتعاون الكبير من جانب السفاره المصريه في تونس برئاسه السفير نبيل الحبشي مع النادي الاهلي وجهودها الكبيره في تذليل اي صعوبات امام البعثه. ووجه محمود طاهر الشكر للسفير المصري في تونس على تعاونه مع الاهلي وتوفير كافه سبل الراحه للفريق. ومين ما يحبش يساعد النادي الاهلي يا باشمهندس محمود؟ اكيد كله طبعا بيتمنى ان هو ياخد النادي الاهلي وبيذلل له كل العقبات. شكرا جدا جدا للسفير المصري نبيل الحبشي في تونس. انباء عن غياب حارس الترجي، هو خبر مش هيهمنا كتير، يعني احنا مركزين احنا في فرقتنا ولاعيبتنا وعناصرنا، مش هيهمنا كتير، لكن هقول لكم الخبر. الحارس المخضرم المعز بن شريفيه عن فريق الترجي التونسي هيغيب ان شاء الله، او ممكن يغيب عن مباراته اللي هتجمعه بالاهلي يوم السبت المقبل بدوري ابطال افريقيا. الصحفي عماد بن عماره قال ان بن شرفيه تاكد غيابه عن مباراه لظروف صحيه مفاجئه.
وقال بن عمارة عن الإصابة التي كان يعاني منها المدافع علي المشاني وغاب على أسرها عن مباراة الذهاب بالإسكندرية الأسبوع الماضي، انتهت بتعافي اللاعب وعودته لمران اليوم الخميس. أهلا وسهلا بي. وعن الأنباء التي ترددت عن غياب طه ياسين الخنيسي مهاجم الفريق، قال الصحفي المهتم بتغطية أخبار الترجي أنه لم يتم حسم موقفه بعد، هناك شكوكا بشأن مشاركته في مباراة الرد وسيتم حسم موقفه خلال الساعات المقبلة. احنا عايزين نركز مع فرقتنا، انا بقول لكم بس الاخبار اللي هي على الساحة، لكن احنا مركزين مع فرقتنا. ده شريف اكرامي واحمد عادل قدامكم، مركزين مع فرقتنا ومع لعيبتنا. كابتن حسام اكيد كلم اللعيبة، اكيد فرجهم على كل صغيرة وكبيرة في فريق الترجي، اكيد فرجهم على المباراة السابقة الاهلي والترجي اللي انتهت بتعادل ايجابي هدفين مقابل هدفين، مباراة الذهاب، اكيد شافوا سلبياتهم وايجابياتهم، اكيد تعلموا الاخطاء، اكيد الفرجة يا جماعة بتبقى مهمة جدا، الفيديو بقى مهم جدا، تشوف نفسك في الملعب على الطبيعة بالفيديو بعد المباراة مهم جدا جدا عشان تعرف انت كنت واقف ازاي، وقفتك كانت صح ولا غلط، ازاره يشوف الفرص اللي ضيعها، يشوف الفرص اللي خلقها بمجهوده، الجون اللي جابه، اصراره، شوف ضربة الجزاء اللي جابها بقطع اكثر من رائعه، نشوف ضربه الجزاء برضو الحكم ما حسبهاش، في التسللات الحكم ما حسبهاش، احنا كان وقفتنا صح عشان بس ما حدش يقول كانت وقفت لعيبتنا تلاقي غلط. المهم الفيديو مهم جدا جدا للعيبه، اكيد الكابتن حسام قعد معاهم اكتر من مره، اكيد اتكلموا في كل الفنيات والايجابيات والسلبيات اللي حصلت في المباراه السابقه كانت في استاد برج العرب، اكيد كمان اتكلم عن سيناريو المباراه القادمه ان شاء الله يوم السبت في رادس، اكيد كمان اتكلم عن سيناريوهات فريق الترجي وممكن يقابل النادي الاهلي ازاي، اكيد كان كل الكلام ده مطروح امام لاعبي النادي الاهلي. اكيد كمان الكابتن حسام بدري حفظ اللعيبه حتى بالكلام، يعني ممكن اتكلم كمان في الطياره لو عايز، كمان اتكلم ممكن اتكلم مع كل لاعب لوحده، المهم حفظ اللعيبه هنعمل ايه الماتش اللي جاي. حفظ اللعيبه وحفزهم، اكيد الجمهور يعني كان حاجه جميله جدا، اكيد بتبين طبعا لعيبه النادي الاهلي عارفه، بس اكيد بتبين قد ايه الجمهور مستني اللقاء ده، اكيد عارفين كلنا النادي الاهلي لما بيدخل في اي تحدي الحمد لله رب بيكون له الكلمه العليا، الحمد لله رب يدوم يعني علينا النعمه دي، ان شاء الله يكونوا قد المسؤوليه زي ما هم معودنا، زي ما هم معودين الجمهور. زي ما قلت لكم كنت بتفرج على تقرير اللعيبه تحس ان هي مكشره قوي، ده تركيز يعني، ده حذر، ده يعني عارفين اهميه المباراه ازاي، مباراة كبيرة جدا، مباراة مش سهلة، لكن لعيبة النادي الأهلي إن شاء الله يسهلوها عن نفسهم، إن شاء الله مش عايز أقول سيناريو المباراة اللي أنا شايفه، لكن إن شاء الله تكون مباراة أكيد كبيرة، إن شاء الله تكون مباراة مش هقول صعبة، هي صعبة فعلا، لكن النادي الأهلي زي ما قلت لكم إن شاء الله يسهلها على نفسه، إن شاء الله يكون النادي الأهلي مركز قوي، يكون لعيبة في كل الخطوط في الفورمة العالية بتاعتهم، يعني يكونوا في قمة اللياقة البدنية والفنية والذهنية والمعنوية بتاعتهم، كابتن حسام كمان إن شاء الله يكون في قمة اللياقة الذهنية بتاعته عشان يعرف يدير الماتش كويس مع الكابتن أحمد أيوب، مع سيد معوض، مع طارق سليمان، إن شاء الله شريف إكرامي يرجع تاني بسرعة جدا، لشريف إكرامي الحارس السد المنيع للنادي الأهلي، إن شاء الله كمان الشناوي وأحمد عادل يكونوا مركزين مع شريف إكرامي، أيا كان يا جماعة مين اللي هيقف، أيا كان ده الفريق في طريقه للتدريب. الأجواء في تونس دايما يعني بيبقى فيها يعني تبقى برد شوية، نشوف إن شاء الله، نشوف مع أمير هشام كمان، هو طبعا هيكون هناك في قلب الحدث، لما أمير يجهز قولوا لي هيكون في قلب الحدث هيقول لنا على كل حاجة والمعسكر وال يعني الفريق لما نزل المطار، لما دخل فندق الاقامه، اللعيبه شكلهم، استعداداتهم، كابتن حسام عمل ايه، يعني طبعا الوصف التفصيل لما يكون هناك هو يبقى احسن مننا بكتير ان شاء الله، واللعيبه ماشيه يفتكروا الذكريات بتاعتهم، يفتكروا ابو تريكه، وليد سليمان، ناجي جده، يفتكروا كل الكلام ده، اكيد الكابتن حسام كمان عرض لهم الفيديوهات كلها حاجات تحفيزيه، حاجة بصراحة يعني الله يكون في عون اللعيبة، احنا قاعدين هنا انا عمال اجمع في كلام، الواحد دخل في اجواء المباراة حاسس ان احنا رايحين نلعب، مش عايز اقول لكم الاحساس بقى عامل ازاي، الاحساس بالمسؤولية
الله يكون في عون اللعيبه يا جماعه. فعلا لازم تعذروا اللعيبه الكبار، لعيبه النادي الاهلي اللي بقوا حاسين بالمسؤوليه، حاسين ان وراهم جمهور، حاسين ان 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 الموضوع مش صغير، مش نادي عادي، مش جمهور عادي، مش مباراه عاديه، مش بطوله عاديه، بطوله بقالها يعني بالنسبه للنادي الاهلي بقالها كتير قوي غايبه عنه الفتره. اه مش كبيره قوي، لكن بالنسبه للنادي الاهلي وجماهيره اه بقالها كتير قوي غايبه عنه. فاعذروهم، اعذروهم، ودايما التمسوا لهم الاعذار. لعيبه رجاله في كل المواقف، في كل الازمنه، لعيبه النادي الاهلي دايما تقبل التحدي وبتفوز بيه، لكن احساسهم اللي من جواهم صعب قوي ان انا اوصفه لكم. احساس ان هو بيلعب في النادي الاهلي، بيلعب باسم نادي كبير جدا، باسم جماهير ما بتقبلش غير المكسب، واحنا قلنا ان ده حقهم اكتسبوه على اطار الفتره اللي فاتت كلها، او من الازمنه اللي فاتت كلها، ان النادي هو اللي معودهم على كده، اللعيبه هي اللي معودهم على كده، عشان كده هم دايما ما عندهمش خيارات غير خيار المكسب وبس. طيب هنطلع فاصل عشان نستقبل نجم النادي الاهلي الكابتن مصطفى كمال. فاصل، استنونا. حضراتكم من جديد، يعني انضم لي نجم الاهلي السابق ومدرب فريق المقصه السابق ايضا نجم مصطفى كمال. اهلا بيك كابتن. كابتن ميدو اهلا بحضرتك بي، وانا سعيد ان انا معاك واتمنى لك التوفيق دايما يا رب. ربنا يخليك. هنتكلم رسمي بقى، احنا الناس كلها عارفه ان احنا اصحاب وجدنا جميل. طبعا ده شرف لي. نتكلم رسمي، منورنا. الله يخليك. عامل ايه؟ الحمد لله بخير والله، الحمد لله. يعني كده الكابتن ايهاب جلال كده قعدت بعد استريح شويه ميدو انا يعني بعد ما كان عمال لا انا مش همسك انا مش همسك كده قعدت كده. والله ده نصيب في الاول وفي الاخر، لان انت عارف كابتن ايهاب يمكن هو الراجل يعني بيحب يشتغل وهو يبقى يعني مستريح نفسيا، ويبقى يحب يشتغل بظروف معينه هو بيحب ان هو يشتغل فيها. وفي الاول وفي الاخر هو ده نصيب، والحمد لله احنا عملنا كل
ما علينا وبإخلاص جامد جدا الفترة اللي فاتت الحمد لله وحققنا حاجة كويسة جدا، وهو ياخد نفس شوية كده يستريح وإن شاء الله ربنا يكرمه. أكيد عشان كده بسألك، يعني أنتوا حققتوا فعلا إنجازات يعني كبيرة جدا مع مصر المقاصة، في شغل يعني في عروض في حاجة إحنا سامعين في المريخ السوداني؟ والله كابتن طبعا أنت عارف إن على مستوى مصر طبعا كابتن إيهاب يمكن عنده حته كده ما بيحبش طبعا يروح وزميل شغال، يعني لو نادي ما فيش يعني زميل شغال او حاجه زي كده وكلموه طبعا بيبقى هو ده بدايه فتح الكلام مع ان يبقى ما فيش اصلا حد موجود. الحاجه الثانيه طبعا على المستوى العربي طبعا والافريقي يمكن المريخ كان حصل كلام، ويمكن شخصيا انا كان في بعض الناس كلموني وكده، ولكن الموضوع برده ما دخلش في حته الجديه لسه شويه، لان عندهم انتخابات وكلام من ده. في حاجات برضو تانية عندي من حتة تانية عربية، ولكن هي المشكلة ان مش ان العروض تبقى موجودة، لكن الكابتن دايما بيحاول هو ينقي ويختار النادي اللي هو يقدر يقدر ينجح بكتير. مش ان هو اي شغل وخلاص، ودي لانه اسمه كمان عالي جدا بالزبط. يعني كل التوفيق ان شاء الله ليا مصطفى. يعني انت هتعيش معاه بقى الاجواء هنا طبعا. هتعيش معاه الاجواء طبعا. كان دلوقتي اتوبيس النادي الاهلي بيتوجه دلوقتي لملعب التدريب. تمام. شفت التمرين امبارح؟ شفت الجمهور؟ شفت رجوعه؟ والله يعني يرجع طبعا طبعا يعني ستتش. والله يمكن الموقف ده فكرني بموقف انا عشته شخصيا مع النادي الاهلي، يمكن في نهايه الدوري في التسعينات ضد الاسماعيلي اللي كسبناه 4-3 في استاد اسكندريه وخدنا الدوري العام. يمكن انا المنظر ده ما بيفرقش عينيا، لان انا كان التمرين الاخير قبل ما اسافر على اسكندريه لمباراه الاسماعيلي، وكان مش عايز اقول لك يمكن استاد التتش من اول الباب ناحيه المعلمين ده لغايه يمكن عايز اقول لك كوبري قصر النيل. الشارع ده كبير جدا بالطول، ده كان مليان بشر وناس، واحد مجبس ذراعه وعمال يعيط ومنظر يهز المشاعر. ويمكن احنا يوميها حتى يمكن كابتن شوبير وقف في الاتوبيس وقال لنا شوفوا يا جماعه الجمهور ده، شوفوا لازم الجمهور ده نسعده وكلام من ده. ففعلا ديت حماسه كبيره جدا للعيبه. يمكن امبارح فعلا برده شفت استاد التتش مليان على الاخر الجمهور، وهو ده دور جمهور النادي الاهلي، وده اللي احنا متعودينه من جمهور النادي الاهلي. ونادي الاهلي كبير بجمهوره، ودايما بنعول على الجمهور بتاع النادي الاهلي في المواقف الصعبه ان هو يقف جنب اللعيبه، لان في لعيبه يمكن ما شافتش الاجواء دي قبل كده كابتن ميدو. في لعيبه قدام حست بالاجواء دي، فكان ضروري ان هم يحسوا بالجمهور ده، ان هم وراهم يعني جمهور كبير وشعبيه كبيره جدا. لابد ان كل لعيب في المباراه القادمه دي ان هو يتفانى ويموت نفسه، زي ما بيقول كده كان دايما يقولنا في النادي الاهلي تشيل قلبك تطلعه بره يعني. فدي حته مهمه جدا المباراه الجايه بدون ضغوط، لان برده المباراه دي مباراه كبيره، انت بتلعب خصم كبير وليه اسمه، بتلعب في تونس، ولكن النادي الاهلي نادي كبير برده متمرس على الكلام ده، وان المباراه بالتاكيد كابتن حسام ذاكرها والجهاز ذاكرها بشكل كويس جدا، وهتبقى متقسمه لفترات يعني. هنتكلم في كل تفاصيلها يعني. فانا اعتقد ان شاء الله ان المنظر بتاع امبارح ده اثر جدا في اللعيبه ويهديهم يعني باور كبير جدا في ان شاء الله في المباراه بعد بكره ان شاء الله، ويرجعوا لنا باذن الله بمكسب ان شاء الله. انت عارف امبارح قاعد في البيت اول امبارح بالليل، فالناس بيسالوني كابتن في دخول جماهير بكره ولا لا؟ فقلت لهم ان شاء الله فيه. احنا كنا قلنا في قناه النادي الاهلي ان شاء الله النادي الاهلي طالما او الاداره طالما في ايديها حاجه انها تسعد جماهير النادي الاهلي، فان شاء الله هيدخلوا الجماهير. قال لي اصل انا من العريش. والله العظيم يا مصطفى انا من العريش وهاجي. انت عارف دلوقتي العريش عشان تروح اصلا موضوع صعب جدا يعني، في وقت معين تدخله وفي وقت معين تخرج منه. وبعدين لقيت واحد تاني بيكلمني من اسيوط، قلت ايه يا جماعه ده؟ يعني هتيجي من العريش عشان تتفرج على تمرينه؟ فبقول له يعني خلاص انت يعني شجع الفرقه عندك وبتاع. لا والله العظيم ده انا ما بصدق يقولوا لنا في تمرين وفي جمهور. فحاجه بصراحه هو ده جمهور النادي الاهلي يا كابتن، حاجه هو ده جمهور النادي الاهلي اللي فعلا اللعيبه كلها لابد ان تحس ان هي بتمثل نادي كبير ونادي ليه جماهيريه كبيره في كل انحاء مصر ومش مصر بس، الوطن العربي. يمكن احنا يمكن انت كابتن ميدو جربت الكلام ده شكل الجماهير قدامك وكابتن ما شاء الله طبعا حاجه تهز المشاعر جدا. بقول لك امبارح اصحى يا جونيور شوف الجماهير يا جونيور يمكن انت بيحلم بالجمهور ازاي. فهو يمكن انت حضرتك عشت معانا الكلام ده واحنا في نادي انبي، وكنا بنروح نلعب في بطوله عربيه في بلاد عربيه ثانيه، وكان الجمهور بيجي لنا يقول احنا بنيجي نشجع انبي عشان انتوا لعبتوا في النادي الاهلي، وكان الكابتن علاء وكان الكابتن مصطفى وكابتن هاني وكابتن الناس اللي لعبت في الاهلي دي قبل كده. فهو ده قيمه النادي الاهلي، حاجه جميله الشعبيه الكبيره جميل. دي حاجه جميله. يعني النهارده كان في مباراه، نروح كده لمباراه الدوري بسرعه كده ونرجع على مباراه الاهلي والترجي النهارده. انبي وبتروجيت، وانبي خسر 2-0 من بتروجيت، احرز الاهداف شميل سبيكلي واحمد يونس هدف في مرماه.
والله يعني طبعا الواحد زعلان طبعا، لان احنا انتمينا في يوم من الايام نادي انبي طبعا. نادي انبي نادي كبير وعمل تاريخ كبير برضه على مر العصور، ولكن هو بيصادفه يمكن بدايه الدوري ده يمكن مش موفقه شويه، يمكن ثلاث مباريات يمكن حصد نقطه واحده تعادل مع سموحه. فاعتقد ان شاء الله ان نادي انبي يعني ان شاء الله سموحه وهزيمه من مصري وهزيمه من دجله. فطبعا هزيمه من دجله اسف وهزيمه 2-1 وبتروجيت النهارده 2-0. فطبعا ان شاء الله النادي انبي يمكن يعني ان شاء الله يصحح مساره بسرعه، لسه في بدايه الدوري ان شاء الله، لكن لابد ان يكون في يعني وقفه ولعيبه وجهاز يقف برضه معاهم مجلس اداره، يبقى في يعني نوع من انواع اللمه ويشوفوا ايه اللي مؤدي لكده طبعا، ويبتدوا يصلحوا الكلام دون. في المقابل طبعا بحب ان انا ابارك الكابتن محمد يوسف طبعا، الراجل يمكن بصراحه من المدربين الكويسين، شغال كويس وبيشتغل بهدوء، مش بتاع يعني شو ولا كلام من ده. الراجل النهارده برضه يمكن عمل مباراه اللي فاتت كويسه جدا. انا كان معايا على التليفون الماتش اللي فات، قلت له ان شاء الله ترجع بسرعه يعني. هو ده بدي طبعا يعني المكسب البدري في مباراة الدوري بدي هدوء شويه نسبه لاي مدير فني يقدر يشتغل باريحيه شويه. فده يمكن هو يمكن تعادل المباراه الاولى متهيألي مع الداخليه، وبعد كده خسر من النادي المصري بضربه جزاء في الاخر، والنهارده بيكسب انبي. فاعتقد ان دي تعتبر يعني بدايه مش وحشه طبعا، 4 بونت في 3 مباريات، وده هتدي له اريحيه في المكسب. انت عارف بيدي فيه راحه للعيبه وبيدي ثقه في انبي اعتقد بالظبط. ماتش طبعا يعتبر ماتش كبير يعني بتلعب، وده ديربي بدر وبترولي. فهو النهارده مكسبه لانبي بيدي ثقه طبعا للعيبه، وبحيث ان هو يدي له اريحيه في الفتره الجايه، ويقدر ينفذ الشغل اللي هو مصر عليه مع اللعيبه. واتمنى ان شاء الله ليه التوفيق، واتمنى لانبي ان يطلع بسرعه ويعيد حساباته بسرعه عشان ان شاء الله يستمر في الدوري بشكل محترم. تمام. ودلوقتي في سموحه والنصر، وفي الانتاج الحربي ومصر مقصه بالليل. انت ايه شايف مصر مقصه ازاي؟ لا والله طبعا اتمنى له من غير حرج يعني. لا والله انا طبعا يمكن يعني بعيد طبعا ربنا يوفق نادي مصر مقصه، يمكن ده نادي عزيز عليا جدا لان ليه فضل عليا. انا يمكن انتميت لنادي مصر مقصه يمكن حوالي لعبت 4 سنوات هناك او 5، واشتغلت سنتين هناك. فنادي يعني ليه فضل عليا، ونادي من الانديه الواحد بيعتز بيها. فاتمنى ليه وان شاء الله التوفيق. يمكن انا الكلام ده يمكن قلته، حتى كان حصل حوار بيني وبين كابتن مؤمن في اول السنه، لانه كان الراجل يعني الناس كان عايزين نستمر كده، اللي هو محمد وكابتن وليد ودي بلغني ومؤمن. فطبعا انا اعتذرت واتصلت مؤمن شكرته طبعا، وقلت للكابتن وليد اعتذر اللي هو محمد عبد السلام، لان الراجل ده برده من الناس المحترمه الواحد بيحبها يعني، ليه معزه خاصه عنده. فقلت المؤمن ربنا يكرمك ان شاء الله وتحقق احسن من اللي احنا حققناه كمان، وربنا يوفقك الفتره الجايه. فاتمنى لهم كل التوفيق يعني ان شاء الله باذن الله. يعني لو هو السؤال برضه، انا عارف انت دبلوماسي جدا، لو طلب منكم انتوا ترجعوا تاني مصر المقص يعني بعد كده؟ والله يعني ده حاجه سابقه لاوانها يعني. لا لا لا، جاوب. والله ما اقدرش انا كابتن يعني، انت طبعا يعني هو الموضوع احترافيه. هو لكن هل في حساسيه دلوقتي ولا في والله بص يا كابتن اميد، احنا مشينا بكل احترام متبادل كابتن ايهاب، ومفيش اي مشاكل خالص. الراجل اعتذر بشكل محترم جدا وحواري، ويمكن حتى يمكن جرت العاده ان لما مدرب بيسيب نادي او نادي يسيب يعني بيحصل يعني مناوشات وكلام مش كويس، لكن الحمد لله العلاقه انتهت بكل احترام وباريحيه كبيره جدا، والقرار كان نابع من الكابتن ايهاب. الناس كانت عايزاه ان انا استمر، لكن الكابتن اعتذر. ممكن شاف ان ممكن الامور او ممكن هيحصل حاجه مثلا او هيحصل حاجات، هو الراجل كان باقي على الاحترام. معلوماتنا اللي وصلت لنا ان هو في نادي المصري مقص عايز يطلع لعيبه، والكابتن ايهاب عايز اللعيبه دي، لكن السبب الرئيسي لا مش كده يعني. طبعا الاسباب يعني حتى كابتن ايهاب يمكن اتكلم قال لك ان الاسباب احنا يمكن الحاجات اللي كان طالبها اتقالت في الغرف المغلقه مع نادي مصر المقاصه، وهو الراجل ما فضلش يتناولها اعلاميا خالص. ولكن هو الموضوع مش كده يعني، ممكن تكون في شويه حاجات هو كان من وجهه نظره عايزها عشان الفتره الجايه، ممكن كان ما اتحققتش او كان لسه صعب يتحقق او الله اعلم يعني الحاجات دي. فالكابتن يعني فضل ان هو يعني العلاقه اللي استمرت 3 سنين من النجاح والاحترام المتبادل ما يجيش يعكر صفوها، طالما احنا مش هنقدر يبقى في توافق في الاخر. فالراجل ان هو يعتذر بشكل كويس ويفسح المجال لنادي المقاصه ان يتعاقد مع مدير فني ينفذ السياسه او التارجت اللي هو عايزه. انا ما اعتقدش بصراحه ان حد يعمل زي اللي عمله الكابتن ايهاب جلال مع المقاصه يعني. طبعا كل التوفيق للكابتن مؤمن، لكن الموضوع يبقى سيستم وموضوع كبير. يلا ندخل في ماتش الاهلي والترجي. شفت المباراه اللي فاتت ازاي؟ اهم الايجابيات والسلبيات اللي انت طلعت منها كمدرب.
بالنسبه لفريق الترجي يعني انا يمكن وانا بتفرج يمكن فريق الترجي عندهم يعني ثلاث مشاكل يعني المفروض ان شاء الله ان الكابتن حسام وجاز ويمكن تأكيد شافوا ماتش اكتر من مره وكده. هو عنده مشكله طبعا في حراسه المرمى شويه وجت يمكن اخبار ان بن شرفيه احتمال ما يلعبش بن شرفيه فاعتقد لو ما لعبش برده توانسه بقى انت الحرب الشغل بقى الاعلامي ده وكلام من ده سواء لعب او ما لعبش يعني هو جون يعني جون مش وحش وجون مش كويس قوي يعني ولكن عنده برده مشكله بن شرفيه بالذات لما بتضغط عليه في الكور الراجعه يمكن لو الواحد تابع الماتشات بتاعت الترجي حتى في الدوري التونسي هو مشكلته لما الكره بترجع له بيحصل عليه ضغط بيتوتر وممكن يعني يدي الكره للمهاجم وعندنا ودي حصل بيعمل الحته دي قوي بالظبط كده فالضغط عليه ده هيورد اخطاء عنده زائد ان هو الكره العرضيه برده لان هو مش طويل قوي برده بيبقى الخروج فيها بيبقى قليل قوي فلازم برده نستغل الحاجات دي. الحته الثانيه عندهم برده قلبيه الدفاع عندهم مشكله كبيره جدا في التمركزات يمكن الكروسات المتوسطه اللي بتلعب في ظهرهم يعني الماتش اللي فات حوالي ثلاث كور ازاروا واحده اللي بلد اللي عمله الشيخ وفي واحده ثانيه برده اللي من وراهم في الشوط الثاني يمكن حتى الجون اللي دخل برده التمركزات بتبقى بتاعتهم مش كويسه خالص ودي يمكن المفروض ان الفرقه التونسيه عندهم الحته دي مميزه ولكن الترجي عندهم المشكله دي. عندهم حته ثانيه برده ان هابل مباركي الباك رايت طبعا طاير على طول يمكن هو بيندفع دايما طبعًا. فده لازم النادي الاهلي يحاول يفضي عشان يستغل وراه بالذات ويلعب يمكن هم عملوا كده في المباراه الاولى الترجي عمل كده احنا معانا اوريدي ان هو كان بيدخل جلال الشعلالي وانيس البدري اللي جوه عشان يفضي لقابل مباركي وخليل شمام ياخدوا مباراه عشان بيعملوا كروسات فالاثنين اللي هم اللي فاتحين دول اللي بيلعبوا قدام الثلاثه بتوع نص الملعب لما يعني بيخشوا لجوه والكره بتخرج للباك اللي طالع من ورا فبيعمل كروس فبيبقى عندهم زياده عدديه مع طه ياسين الخنيسي مع وجود انيس البدري في التكمله مع جلال الشعلالي مع فرجاني ساسي لما بيجي من ورا فبيبقوا محاوطين ال 18 وهو ده يمكن كانت اللعبه اللي هي عملوها اكتر من مره واعتقد النادي الاهلي باذن الله خد باله من الكلام ده. ايجابياتهم بقى هم ك ك كفرقه ترجي هم فرقه كوره منظمين عندهم نظام كويس جدا معاهم مدرب مخضرم طبعا بيتمرس في المباريات دي كتير جدا ما بيبقاش مستعجل هو بيغير دايما في طريقه لعبه يمكن هو هنا كان في الاول عمل ضغط عالي من فوق علينا شويه في الاول عشان بغرض ان هو ممكن يخطف جون او حاجه زي كده وبعد كده لما جاب الجون رجع لعب تاني من على الدايره من فوق بحيث ان هو يستنى النادي الاهلي يشوف ايه الاخبار فهو هو متغير طبعا الماتش اللي هناك هو 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 من خلال يعني معرفتي بيه يمكن لعبنا ضده قبل كده كتير وخبراته هو اعتقد ان هو ممكن في الاول هيبقى متحفظ شويه او هيشوف النادي الاهلي هيعمل الاول هل النادي الاهلي هيلعب ضغط من الاول ولا النادي الاهلي هيبقى متحفظ وهيلعب بالراحه شويه لان زي ما قلت لحضرتك ان المباراه والمباراه دي بالذات لابد ان هي تدار بالتاكيد كابتن حسام بدري عنده خبره كبيره في افريقيا وتدار على مراحل ما ينفعش الجمهور طبعا بيبقى لا لازم ننزل نهاجم الكلام ده في الكوره طبعا صعب تفتكر ان فوزي البنزرت يعمل كده والله يعني هو دلوقتي تقول لي لا هيضغط النادي الاهلي ده زغان لا أنا من خلال هي سياسته يعني هو النهارده هو 2-2 ونتيجه يعني هو عايز يشوف الاول اعتقد ان هو ممكن يشوف النادي الاهلي الاول هيعمل ايه تمام. لان ممكن هو يكون متوقع النادي الاهلي هو اللي هيعمل الضغط عليه فيبتدي يبقى يمتص هذا الضغط ويلعب مثلا في ظهر اللي هي الاطراف اللي بتزيد النادي الاهلي او هو ممكن يعني بس انا بقول لك من خلال خبراتي بفوزي البنزرت ان هو ممكن ما يعملش كده في الاول يعني ممكن ما يعملش اللي هو الضغط من الاول على النادي الاهلي من فوق ممكن يبقى يلعب من فوق الدايره بحوالي 10 15 متر يسيب النادي الاهلي يحضر هو ده اللي عمله في الاول برج العرب بيسيبهم يحضروا وبعدين يوجه الهجمه في حته معينه وبعدين يبتدي الضغط العالي الضغط القوي في نص الملعب لان يعني هو كان بيلعب الماتش اللي فات برده غير ما كان بيلعب هو كان بيلعب المفروض ب 4-3-2-1 هو دايما بيلعب ب 4-2-3-1 لكن هو الماتش اللي فات حط فرانكوم في نص الملعب حط فرانكوم جنب كوليبالي وفرجاني ساسي عشان يعمل كثافه عاديه في نص الملعب وهو ده اللي يمكن في الاول خلاه كان يضغط شويه في نص الملعب يقدر ياخد كور كتير جدا في نص الملعب خاصه ان هو بيلعب على قفل زوايا التمرير مش بيلعب مان تو مان لان الكلام ده بقى الحديث دلوقتي ان لازم تلعب على زوايا التمرير مفيش حد بيجري ورا لعيب ده اللي هو عمله وكان بيعمل زي ما قلت لحضرتك بيحاول يخرج على الاجناب للطرفين بتوع هنرجع تاني بس انت انا قلت لك ما انت تعيش معايا انت مقدم النهارده وضيف يعني ده فات دي صوره حصريه للاعيبه النادي الاهلي دلوقتي نازلين من الباص عشان يروحوا التدريب او ملعب تدريب مهندس محمود طاهر حسام عاشور كابتن سعيد طبعا خلاص الليل دخل فمرنوا على الاضواء ده ملعب التدريب ملعب الجامعه اللي هيتمرن عليه النادي الاهلي ان شاء الله تعرفين ان شاء الله تبقى تمرينه يعني طبعا يا كابتن مصطفى ممكن توصف التمرينه دي
والله هو طبعا النهارده المباراه يعني المفروض فاضل عليها يومين يعني فالنهارده تبقى التمرين فالنهارده طبعا هيبقى الاحماء طبعا احماء خفيف. الكابتن حسام هيركز طبعا على شكل اللعب اللي هيلعب بيه والتحفيز اللي هو المفروض اوريدي شغال من ساعه المباراه اللي فاتت ما خلصت. النهارده مش هيبقى طبعا في شغل بدني كتير لان خلاص انت المفروض نازل بالحمل خاصه ان انت المباراه متلاحقه فالنهارده التدريب طبعا زمنه هيبقى قليل مش كبير طبعا بالظبط والسفر فهو يعتبر فك النهارده وممكن يعني زي ما بقول لحضرتك كده هيبقى هيشتغل على حاجات خططيه شويه وبكره هيبقى فيه طبعا برضه هيبقى فك اعتقد ممكن تكون فيه الشورت سبرنتس اللي هي السبرنتات اللي هي القصيره اللي بتطرد التعب وتبقى بتجهز اللعيبه عشان ربنا ان شاء الله يوفقهم ويبقى اللعيبه يوصلوا لاحسن فورمه ويبقى داخل يوم مباراه فريش ويقدر ينفذ ان شاء الله اللي هيطلب منهم خاصه المباراه دي يعني العامل النفسي والضغط فيها كبير فلابد انا كمدرب ان انا اراعي الكلام ده في الحمل التدريبي ما بقاش في ضغط في الحمل التدريبي لان اوريدي المباراه والضغط النفسي اللي فيها ده بيؤثر على العضلات فلازم ان انا اللعيبه تبقى واصله للمباراه باريحيه كبيره جدا وعضلاتهم تبقى في قمه يعني الجاهزيه ان شاء الله اكيد بإذن الله. لو انت مكان طارق سليمان هتقول ايه للحراس؟ والله طبعا انا عايز اتكلم الاول طبعا مباشره كده طبعا على الشريف يعني شريف من الشخصيات اللي هي شخصيه قويه انا عايز اقول له يمكن حد سالني وقلت الكلام ده يمكن حتى انا يمكن كنت حاولت ان انا اكلم شريف لكن ممكن يكون هو التليفون كان قافله حاجه زي كده لان فعلا هو شريف جول كبير وجول النادي الاهلي دايما هو ده قدره. يمكن انا شخصيا حصل ليا يمكن نفس الموقف يمكن مع الافريقي التونسي مره برضو بنلعب كرة في الشوط وعايز امسكها بسرعه وعشان اعمل هجمه فدخل الجون هو ده مش نهايه المطاف وطول ما احنا بنلعب هنخطا ولكن هي الحاجه الكويسه بقى ان انا لازم انسى الخطا ده واعيش في اللي جاي من غير اي ضغوط. شريف ياما كسب النادي الاهلي وياما احرزنا بطولات وكان شريف جزء اساسي فيها ورئيسي فيها. يمكن السنه اللي فاتت النادي الاهلي حصل على بطوله الدوري وشريف كان ليه يمكن مع زمايله طبعا فضل كبير جدا في ان هو يحافظ وان بطوله الدوري النادي الاهلي يستحوذ عليها وبطوله افريقيا قبل كده حتى ماتش الافريقي 2012 اللي هو الترجي 2012 اللي كسبناه شريف عمل مباراه كويسه جدا برده هناك. فهو الخطا وارد لكن هو حارس المرمى مركز حساس شويه وبالذات لما بقى في مباريات كبيره والخطا وبالذات لما يكون بتلعب نادي كبير فالخطا الناس كلها بتبقى يعني شويه شايفه عليه ولكن انا كشريف وبالتاكيد طارق اتكلم معاه في الكلام ده طبعا لان الاعداد النفسي مهم جدا خاصه ان شريف شخصيه قويه فانا انا انا يعني ان شاء الله باذن الله بتمنى له التوفيق وان شاء الله شريف يكون هو السبب ان شاء الله ان كاس النادي الاهلي في مباراه العوده لكن لازم ما يفكرش في المباراه الاولى خالص ينسى هو بيلعب مباراه جديده خالص 90 دقيقه هيجي عليه عدد من الكرات لابد ان يتعامل مع كل يحاول يقلل بقدر المستطاع الخطوره على مرماه في الكوره تيجي يتعامل معاها بهدوء خالص وينسى اي تفكير سلبي اكيد هم طبعا انا كان رايي وينسى طبعا او الكره الشمال افريقيا عموما بيعرفوا ان انت يعني عمال حصل ممكن هز او شوت والكلام ده هو شريف ان شاء الله اهل للكلام ده يمكن حتى الماتش اللي فات احنا برضو يمكن شريف اتعامل في كذا كوره جت في كوره اللي كانت اللي هي من الجنب دي اللي انفراد الشوط الاول اللي شاطر نشوف الكابتن احمد ناجي بقى طب يلا طبعا كابتن احمد ناجي مدرب حراس منتخب مصر اهلا بيك يا كابتن النجم بتاعنا نسلم على مصطفى كمان يعني المدرب الكبير الله يخليك يا كابتن ناجح اتعلم من حضرتك والتوفيق دايما ان شاء الله كده وبارك لك على صعود كاس العالم ان شاء الله كابتن لا هو كان مدرب كبير قبل ما حضرتك تدخل المداخله طبعا 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 استاذنا كابتن ناجي استاذنا طبعا اكيد طبعا اكيد طبعا كابتن ناجي يعني عالم من اعلام تدريب حراسه المرمى في مصر وفي افريقيا كلها ربنا يديك الصحه كده وتطلع لنا كده حراس وحراس كابتن ناجي يعني طبعا اكيد هسالك على شريف اكرامي واكيد هقول لك كابتن احمد ناجي يقول لي شريف اكرامي ايه في هذه مش عايز اقول بقى يعني خلاص يعني قبل المباراه لا هو الملاحظ للامر وليا انا بالتحديد انا اول مره اخش مداخله النهارده في اي وسيله اعلام تمام وما صرحتش اي تصريح في اي مكان عشان لو اي حاجه اتكتبت على لساني في اي مكان او في اي حته تمام اول مره اتكلم النهارده تمام في اي مكان فانا عايز اقول وده كان مقصود مني لانه طبعا كل اللي حصل ده ما كانش في موضوعي ولا منطقي ولا كان ده اتكلم في حادث كبير حادث يعني بقاله فتره طويله بيلعب في النادي الاهلي ومنتخب مصر
اللي حصل ده كله كان المفروض ما يحصلش في مباراه، وعدت وجايه مباراه ثانيه ان شاء الله باذن الله يكون هو يعني واحد من ضمن الناس اللي ترجع لنا ان شاء الله بالتاهل ويبقى سبب رئيسي في ان احنا نروح كاس العالم للانديه. يا رب يا رب. انا بقول للفرقه كلها مش تشتيف، بقول يا ايدي ويا رب يكون كلامي واضح. انا بقول للفرقه كلها ان احنا بنلعب لعبه جماعيه مش لعبه فرديه. انه حارس يغلط ولا حارس يكون عنده خطا يبقى الناس كلها عماله تتكلم عليه وعماله تأذوا وتسندوا وتقف جنبه. الكلام ده كلام مش مظبوط خالص. ان احنا بنتكلم في فرقه كوره. فرقه كوره كلها بتشيل بعضها، وكلها النهارده الحارس بتشيل الفرقه وبكره الفرقه بتشيل الحارس. طبعا الكلام ده واضح مصطفى، وانتوا لعيبه كوره وعارفين الكلام ده كويس. فاتمنى للفرقه كلها ان شاء الله ان هي يعني تأدي الاداء المطلوب منها. النادي الاهلي بطولات بلا عدد وتأهلات كأس العالم أحسن الفرق اللي كسبت تتأهل. فعايز أقول للناس يعني حلما ولطفا وكل حاجة يعني اهدوا يعني اهدوا اهدوا إن شاء الله الأمور تبقى كويسة. أكيد يا كابتن أحمد، يعني أنا لازم أسألك السؤال ده بعد إذنك. يعني أكيد كل مصر أو كل جماهير الكورة في مصر وكمان جماهير الأهلاوية تحديدا نفسهم يعرفوا الكابتن أحمد ناجي قال لي شريف إيه. أكيد كلمته في التليفون. انا كلمته حقيقي، وهو كان يعني ملتزم الصمت شويه، لكن هو وبعت له رساله كمان على الواتساب. وما جبتش سيره المباراه ولا جبت سيره المواساه ولا جبت سيره اي حاجه. قلت له ان شاء الله هتجيب لنا الماتش الجاي باذن الله، والفرقه كلها تفرح، وان مصر كلها ده اللي انا قلته. حلو قوي يا كابتن، يعني حلو كلام موجز وكلام في الجون زي ما بيقول. لانه انا صراحه انا مستفز بصراحه من اللي حاصل يعني. ما اعرفش يعني حكيت حاجه مش طبيعيه يعني اي حارس في العالم مصطفى عارف في كل مكان السلم ستيكس دوت اللي هو الاخطاء اكيد السهله دي اللي لا تدل على مستوى ولا تدل على الاطريات ولا تدل على عدم تركيز ولا كل الكلام اللي بيتأذى. لا هو السلم ستيك حصل خطا طفولي او خطا بيحصل يعني حصل مع كاسياس وحصل مع بوفون وحصل مع فاندر سار وحصل مع كل عظماء حراس المرمى في العالم. واللي جنبك ده حصلت وعدت رجله عادي. يعني كابتن احمد في اسئله كتير جدا عايز اسالها لك، لكن انا يعني عارف وقتك، واحنا كمان معانا تمرين الاهلي على الهوا. انا نفسي بقى تيجي لنا مره كده، نفسي تيجي لنا مره. انا مش عارف تقيل علينا ليه كده يا كابتن احمد. شخشخ جيبك، شخشخ جيبك، شخشخ شخشخ. يلا يعني نطلع. كابتن احمد ناجي مدرب حراس منتخب مصر، ربنا يديك الصحه كده وتطلع لنا اجيال واجيال ان شاء الله، وان شاء الله تفرحونا كمان بالصعود لكاس العالم. كابتن احمد ناجي شكرا جدا لحضرتك على هذه المداخله الجميله. كان مهم مداخله في وقتها، وكابتن احمد كمان قال لك انا ما عملتش مداخلات، ده التمرين حصر يا كابتن مصطفى. يعني انا عايز اقول للناس ذكرياتك مع الوقفه دي ايه؟ بالتاكيد الكابتن حسام دلوقتي خلاص دخل في اجواء المباراه، خلاص بقى يعني هو الكلام بقى في المباراه اللي فاتت هو استفاد، وبالتاكيد خدوا محاضرات بالتاكيد وشافوا الاخطاء، فهو بيتكلم بالتاكيد عن اعتقد ان هو هيبقى كلام ان احنا ان شاء الله باذن الله جايين. خلاص احنا المباراه انا بعتبرها كاننا تعادلنا 0-0 يا كابتن مين، وانت محتاج هدف توصل، فمش عايزين نكبر نكبر المسائل الاكبر مما تكاد. النادي الاهلي نادي متمرس على الكلام، مش اول مره يتعرض لموقف زي كده. قبل كده تعادل هنا وكسب في رادس هناك ترجي وخد توت افريقيا قبل كده، فهم مش جديد عليهم الكلام ده. وبعدين دايما يا كابتن ميدو المباريات الكبرى الناس برضو لازم تنسى بقى خلاص بتاع يعني الثقافه بتاع زمان ان انا بلاعب الترجي هنا، فمش ناس تقول لك ايه اصل لازم نكسب مكسب مريح هنا 3-4. الكلام ده خلص، انت بتلاعب فرقه بطل تونس وبطل افريقيا، الماتشات دي بتخلص بفرق هدف. ممكن تخلص بتعادل في ماتشين، او الماتشات دي بتبقى صعبه مش سهله. انت بتلاعب فرقه في رد فعل عندها، النهارده انت جبت جونين وهم جابوا جونين بالزبط. وارد ان انت هناك في راس برضه جيب جونين، انت كنت ليد المباراه كلها. كابتن ميدو انت لو حسبت الفرص اللي ضاعت من النادي الاهلي المباراه اللي لازم نفكر الماضيه طبعاً. عشان برضه الناس النتيجه ما تخدعهاش. يعني النادي الاهلي وصل كتير جدا، شفنا اجوان ضايعه كتير جدا، وكان في باد لك يعني في المباراه دي، لكن ان شاء الله يكون التوفيق ربنا يعينه لنا هناك بقى ان شاء الله، ان يبقى في توفيق في الفرص. ودي نقطه مهمه جدا لازم اللعيبه تحطها في دماغها، ان المباراه الكبيره دي
ويمكن حضرتك كنت راس حربه ولعبت مباريات كبيره برضو، الفرصه في المباراه الكبيره ما تعوضش ذهب، فلازم يبقى التركيز بهدوء جدا، ما فكرش في الجون، هو الجون هيجي لوحده، لكن انا افكر في تحركاتي في الشغل اللي مطلوب مني والجون هيجي لوحده بدون اي توترات، لان انا لو فكرت في الجون بالذات راس الحرب، يمكن وليد ازارو برضو عشان الناس ما تظلموش من اللعيبه اللعيبه الهايله، حاجه مهمه جدا يعني، يعني حاجه من احسن في الرياضه اللي شفتها، تحرك يا كابتن، بيخلق نفسه مساحه جري وبيروح على الجون صغير خالص وصغير، يعني هو كابتن ده يحسب له كمان روح يا مصطفى واصرار والحراره اللي احنا بنقول عليها بسرعه بتبقى ناقصه من لعيبه الكوره هي بس، يعني اتمنى ان شاء الله باذن الله ان الناس ما تضغطوش، لان هو برده جاي وان شاء الله زي ما حضرتك قلت 21 سنه وده مستقبل يعتبر النادي الاهلي، وهيبقى استثمار كويس جدا سواء ان هو هيفيد النادي الاهلي او بعد كده، فهو ان شاء الله وليد يعني انا ان شاء الله لو بسمعني او لازم ما يفكرش في الهدف ولا يفكر ان هو ضيع اول اهداف، احاول اقول له لكن هو في التمرين دلوقتي التمرين اللي قدامك ده حصري يعني دلوقتي هم بالتاكيد يعني ممكن انفراد لقناه الاهلي يا جماعه حصريا لجماهير النادي الاهلي، هذه التغطيه المميزه من قناه النادي الاهلي بصراحه تأكيد بيتفرجوا ممكن، ولو اني يعني انا حابب ان النهارده وبكره خلاص الاعلاميه يعزلهم تماما ما نقراش بقى، خلاص نركز في شغلنا وكلام من ده، خلاص احنا عندنا ماتش على 90 دقيقه، ماتش نكسبه ونتاهل للدور الثاني ان شاء الله باذن الله، السيمي فاينال افريقيا بطوله كبيره، هو ده لازم اللعيبه تشغل بيها نفسهم، ولازم تشغل نفسهم بشغلهم وال 90 دقيقه واللي هيحصل في المباراه، وابعد افكر ان دي اول واخر مباراه، ما افكرش ايه اللي هيحصل بعد المباراه او الضغوط، ابعد نفسي عن اي ضغوط خالص، اللعيبه كلها كبيره واللعيبه بتمثل نادي كبير، فانا زي ما قلت لحضرتك ده قدرهم وهم متمرسين على الكلام ده، مش هقول ان هم لعيبه صغيره فالضغط هياثر، وقدر الكابتن حسام بدري بصراحه كمان طبعا، وقدر كل اللي شغالين في الانديه الكبيره اي نادي كبير ضغط طبعا هي مصطفى. الكره كده يا كابتن ميدو، وعشان كده كل مدرب يعني النادي الكبير ده معلش كابتن يعني ما اقول لك يا مصطفى خلاص احنا كلامنا رسمي شويه بقى ربنا اكبر مني برضه فلازم اقول لك كابتن فهي طبعا اي مدرب بيمسك نادي كبير الله يكون في عون طبعا، لان جماهيريه كبيره واعلام ومسؤوليه كبيره جدا، انت بتمثل نادي يمكن على مستوى الوطن العربي كله ليه قيمته وليه اسمه، فدي مش سهله، دي حته طبعا بتبقى كبيره جدا، ولكن انا كل اللي اتمناه وان شاء الله من الجهاز الفني كمان بالذات هو الهدوء بالذات على الحته التحكيميه، لان احنا لعبنا في افريقيا وعارفين، يمكن الحكم ده انا حكم لنا مع ماتش المقاصه واهلي طرابلس في الفيوم، هو حكم مش سيء، حكم من الصفوة قول لنا الحكم ده يعني هو حكم اسمه هو نانت الكاميروني دون هو حكم من حكام الصفوة في افريقيا حكم فير، يمكن احنا هنا كان في الدقيقة حاجة و80 وفي الفيوم وكسبانين 1-0 وادى بينالتي لاهلي طرابلس، فده ديك مؤشر ان هو حكم فيه وكان ضربه جزاء فعلا وكان ضربه جزاء كان حسني فتحي فعلا دفاع وحصل ضربه جزاء يمكن احنا يوميها اتعصبنا ومش ضربه جزاء لما شفناها بعد كده كانت ضربه جزاء بس الضغط الجماهيري يا مصطفى انت عارف طبعا وخاصة ان احنا لينا تجربة سابقة من رامو يمكن انا عرفت قصة حقيقية يمكن كان بعض الحكام حكم لنا في بطولة افريقيا في الكونفدرالية السنة اللي هي اللي فاتت دي او اللي فاتت وحصل حوار على موضوع الحكم اللي هو ايمان واللي حكم الماتش ده وكان حصل ان الحكم ده جاب الاسم فعلا وكان متظبط خلاص كان حكم مبان فهو طبعا لكن انا اعتقد ان الحكم بالتاكيد ان يحكم من حكام الصفوه بالتاكيد بيلعب باسمه بالتاكيد المباراه تبقى مش شافها على يعني وهو عارف ان دي فرقتين بيحكم لفرقتين كبار الاتحاد الافريقي لما يحط حكم لفرقتين كبار بالتاكيد ان هو هيحط حكم يبقى على قدر المسؤوليه اتمنى ليه التوفيق واتمنى ان شاء الله ان احنا ما نشغلش بالنا بالحكم خالص احنا كجهاز اتمنى بكره ان شاء الله باذن الله نبقى هادين مع احترامي طبعا مع احترامي للحكام كلهم الحكم بيبقى مشلول لما الفرقه الثانيه بتجيب اهداف مش هيقدر بقى يقول لهم اوف سايد لا ده مش هيقدر فاحنا يا رب زي ما انت بتقول كمل اتفضل كمل ان شاء الله احنا هنجبر ان شاء الله الحكم او اي حكم يحكم بكره ان شاء الله باذن الله بادائنا مش هنحتاج لتحكيم ولا نحتاج ان شاء الله باذن الله ان احنا مش عايزين مجامله من حد احنا عايزين نبقى فير بس ادينا حقنا ناخد حقنا بس في الاول وفي الاخر وانا ان شاء الله باذن الله ربنا يسلم وتفائل خير باذن الله وان شاء الله باذن الله كلنا ثقه في اللعيبه وهم يمكن شافوا الاستقبال الجماهيري امبارح وبالتاكيد دي كل لعيب بالتاكيد دلوقتي بيفكر في المنظر الجمهور دون اكيد وهيستشعره في المباراه وده هيدي له دفعه كبيره جدا ولازم يبقى عندهم ثقه في نفسهم هم نادي كبير جدا وفرقه كبيره واعتقد ان الجهاز كله كابتن حسام وكابتن سيد طبعا كابتن حسام وكلهم الناس واحمد ايوب وسيد وكابتن وطارق سلمان كلهم ان شاء الله باذن الله يعني اهل للمسؤوليه دي باذن الله واتمنى ان هم يتكلموا مع اللعيبه كتير جدا في الموضوع دون وخلاص بقى فصلوا ان شاء الله مركزين في شغلهم اللي هينفذوه بكره يكون ان شاء الله نتمنى لهم التوفيق يا رب لان التوفيق ده مهم جدا بكره ان شاء الله يا رب يعني انا اللي انا متخوف منه موضوع التحكيم ده بصراحه انا متخوف بعد اللي شفته من الحكم المباراه السابقه وكمان اللي حصل مع النادي الاهلي في مباراه الجيش يعني هنقول ماشي الدوري بتاعنا ماشي لكن افريقيا كمان
وفي قلب ارضك وجمهورك وتعمل فينا كده؟ يعني ساعات بقول ايه، يعني انت عارف الشيطان بيقعد يدخل برضه في دماغي انا مصطفى، انت عارف يعني. طبعا طبعا، بالذات رئيس الاتحاد التونسي كان ماسك رئيس اللجنه التحكيم العربيه وايه سليم شيبوجا كان رئيس الترجي قبل كده، واكيد بقى اكيد هم اصحاب، واكيد بيقول له هات لي حكم مش عارف ايه، وديع الجريء. وديع الجريء هو ده كان اللي ماسك التحكيم في البطوله العربيه اللي فاتت في مصر، وشفت الحكام كانوا بيعملوا ايه، والناس كانت فاهمه غلط قوي ان الحكام بتحكم للاهلي، بالعكس هو يعني كانوا موجهين. انا بقول بصراحه يعني انا شفت بعينيا، انا شايف الحكام كانوا موجهين، فبخاف من كده، بقلق من كده، لكن ان شاء الله زي ما انت قلت الاهلي يخرس ان شاء الله باذن الله. مش محتاجين للتحكيم، احنا هنلعب جيمنا بس. التحكيم كان هو اللي خسرك المباراه اللي فاتت يا مصطفى. والله يا كابتن برضه الناس ما تقولش احنا بنتكلم اي كلام، هو برضه يعني كان في الاثنين المساعدين هم اللي كان مستواهم ضعيف شويه، مش الحكم نفسه، لان في كذا كره كانت تسلل يعني 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 لو 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 فعلا المساعدين كان يعني على مستوى عالي كان ممكن في كذا ثلاث كور، فكانت تبقى فرص تعتبر كبيره جدا حسب التسلل واضح. يمكن الحكم اعتقد بس ان في ضرب جزاء اعتقد يعني، ولكن ده وارد يا كابتن. ضربه جزاء وطرد يعني كان طبعا نصر عباس قال كل الحكام قالوا طرد. طالما قلت له طب حتى لو لو ازارو استخدم ذكائه ان هو يورط مدافع الترجي في ضربه الجزاء، قال لي مالناش علاقه احنا، قال لي في هدف على، قلت له في هدف بالظبط، والراجل رايح في نص الجون وخلاص هيجيب جول يعني، كانت هي اللي بعد كده الشوطه اللي في الجول. كمان جبت الكابتن شطه نجم الاهلي طبعا والمدير الفني للاتحاد الافريقي، قال لي لا الحكام كانوا سبب رئيسي ان الاهلي يطلع بالنتيجه دي الماتش اللي فات. انا مش هقدر اقول غير كده، لكن احنا بنحاول واحنا بنعمل، لكن هو الحكم قلت له طب احنا ايه اللي بنستفيده؟ يعني ايه اللي بنستفيده؟ قال لي يعني احنا اكيد كمان مش قاصدين، بس هو الحكم بيبقى كده مستواه كده شكله كده يومه كده. هو طبعا ده وارد زي ما قلنا يا كابتن ميدو، يمكن مش هنقول في افريقيا بس، على مستوى حتى اوروبا يمكن دي المستوى العالي قوي اللي احنا بنتفرج عليه، الحكام بيبقى ليه اخطاء، ولكن انا لو شغلت نفسي بالحكام انا هخرج عن تركيزي اكيد، وده هيحطني تحت ضغط، انا معاك، وهيخليني ما اشوفش شغلي اصلا، وهيخليني ان انا النهارده مش هغير حاجه. يبقى انا النهارده ايه؟ خلاص نسيب الناس مثلا كابتن سيد هو مدير الكوره، هو يبقى في مثلا لو في اعتراض ولا حاجه هو يعترض، كابتن حسام والجهاز واللعيبه مركزين في شغلهم اللي هو عاملينه، وان شاء الله باذن الله يعني زي ما بقول لحضرتك ده وانا هيديهم الهدوء، وعايز اللعيبه ما يبقوش برده نازلين متحفزين، لان كنت قريت اعلاميا ان الاهلي متخوف من الحكم الكاميروني والكلام. لو احنا ابتدينا نحط الكلام ده في دماغنا هنبقى متحفزين لاي قرار ياخده الحكم وهنتعصب، وده هيخرجنا عن تركيزنا. طالما مصطفى طالما اتكلمت في النقطه ديت يعني قبل ما انساها، اتفضل. الثقافه في التعامل مع الحكم طبعا، يعني انا بشوف برشلونه كانوا بيعلموه ازاي يقعوا، صح. انا كنت بشوف التدريب ازاي ميسي بيقع وازاي انيستا بيقع وازاي نيمار بيقع، صحيح. تمثيل صحيح عشان ياخد ضربه جزاء، صحيح. تمثيل عشان ياخد فاول، ازاي ان انا اعترض على الحكم باربع خمس لعيبه، الكلام ده احنا مفتقدينه في مصر. طب خلي بالك كابتن ميدو ان انت المفروض النهارده اللعيبه بتاعتك في بدايه كل سيزون المفروض بيبقى ليهم زي حكم دولي بيجي يديهم دروس في قانون الكوره والكلام ده مهم يعني جدا. يعني خلينا نوصف التمرين للناس الاول بعد كده نرجع نتكلم. ودلوقتي عملوا الاحماء حوالي 10 دقائق اعتقد، 10 دقائق يا مصطفى ما عدناش ال 10 دقائق و 12 دقائق بالكثير. دلوقتي عملوا استرتشات اكيد مع الكابتن انيس مع الشعلالي، بعد كده هيعملوا اكيد 4-2 علشان اللي هو الشغل الاحساس بالكوره وشغل الاستلام والتسليم في مساحات صغيره، دي الاسترشات اللي بيعملوها استرشات من الحركه واسترشات من الثبات والحاجات دي كلها حاجات دي مهمه جدا جدا بعد السفر، خصوصا السفر حمل يا جماعه، يعني السفر ده تدريبه لوحده. اتفضل يا كابتن مصطفى. طبعا قاعد الطياره طبعا بالعضلات وبتكتف وقاعد 4 ساعات في السفر او حاجه زي كده، فبيبقى محتاج ان انت تعمل استرتشات وتعمل مرونات وتعمل يعني بتهيئ الجسم بعد السفر ده كله، وبتدي عشان تبقى جاهز للتمرين بعد كده. اعتقد بقى هيدخلوا على شغل بقى ممكن بعد كده الكره جزء مهاري بقى ممكن كل اتنين بكوره بعد الاسترتشات بعد كده بقى يشتغل على استحواذ او يعمل مربعات او 7-7 او شكل اللعب اللي النادي الاهلي هيلعب بيه بكره. برده اعتقد ان التمرين ما حدش هيشوفه، لان لو النادي الاهلي هيشتغل على الشغل بتاع المباراه اعتقد الكابتن سيد كان طلب ان يبقى في سريه ومحدش يشوف الـ 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 التمرين يعني. بعد كده اعتقد بقى ممكن لو في حاجات ثابته او كلام من ده ممكن حسب هي المدارس ممكن تعمل النهارده، ودي برده نقطه مهمه جدا يا كابتن ميدو كنت عايز اتكلم فيها. قول ان المباراه الكبيره دي ممكن تحسم بضربات ثابته، ويمكن احنا شفنا ان المباراه الاولى
الضربات الثابته مهمه جدا، ودول شمال افريقيا دول كلنا معتادين. احنا جبنا جول من ضربات ثابته، هم جابوا جول من ضربات ثابته. يعني احنا معتادين لان الماتشات الكبيره كده بتبقى ماتشات ساعات مقفوله، فالضربات الثابته دي ممكن تخلص مباريات، وبالذات شمال افريقيا. دول شمال افريقيا زي ما قلت لك قبل كده، انت يمكن لعبنا فاكر الافريقي وفاكر فرق الجزائر، الكور الثابته عندهم هم بيبقى زي ضرب الجزاء زي بول. انا بخاف من تمرين السكواد قوي. ليه؟ بخاف منه خصوصا بعد الركبه. لا العضله، العضله. لا بالتاكيد يعني هو برضه السفر مش طويل قوي يا كابتن، يعني هي الطياره دايركت على طول اعتقد على تونس. مهما كان القعده بتاعت هم جم ناموا بالتاكيد، لان وصلوا الظهر فناموا خدوا راحتهم بعدين بالليل. يعني ربنا يستر ويسلم ان شاء الله يا رب. الضربات الثابته هتبقى حاجه مهمه جدا، خاصه ان انا يمكن برضه تابعتهم شفتهم ان هم بيعملوا الضربات الثابته بتتعمل على القريبه، يمكن حتى الكورنر اللي اتعمل على القريبه وبعدين زحلقت لورا، وبيجي انيس اللي هو غطاء ياسين الخنيسي بيبقى واقف قدام الجون، بعدين بيسحب نفسه خطوتين لورا عشان يبقى مش مراقب، وبيجي على القريبه بيلمسها. حلو قوي ان انا اتكلمت، حلو قوي ان انت اتكلمت في الحته ديت، لان انا اتكلمت وكمان انت كمان معايا مدرب حراس، فاكيد انت هتجاوب في العمق بقى. انا كنت بتكلم معايا، كان ضيوف مدربين وكان ضيوف محللين، بقول لهم يا جماعه طبعا يعني في الضربات الثابته او الكورنر تحديدا طبعا ينفع نخلي اثنين في المرمى، واحد على العرضه الاولى وواحد على العرضه البعيده، ولا الكلام ده صعب شويه؟ هي دي بص يا كابتن ميدو برضو بتبقى مدارس شويه، يعني انا النهارده هو اهم حاجه بالنسبه لي لما اعرف ان فريق مصطفى هو اللي بيلاعبني مميز في الكلام ده. وخلي بالك برضو انت لما بتوقف اثنين في مدربين بيعملوا كده، لكن انا النهارده ساعات اهم حاجه بالنسبه لي انا اللي على القائم القريب واللي على 6 يارد الفري عشان يحميني من الكور اللي هي المتوسطه. هو لو تشوف الكورنر اللي دخل فينا كان متهيألي احمد الشيخ كان واقف، والراجل جه من ورا وراح وهي متوسطه وراح سرق من ورا وجه عمل. المفروض ان انا اللي هيقف على ال 6 يارد ده هو بيحمي لي الكور المتوسطه كلها، الكور العاليه خلاص بقى في سردباكات وحارس المرمى بيقدر يتعامل فيه. لكن اللي هي القريبه دي مشكله. هي المشكله يا كابتن ميدو برضو او هي مدارس، ساعات في ناس بتلعب في الكورنرز والفري كيكس اللي هي الجانبيه مان تو مان، ودي يمكن شويه يعني صح. اندثرت شويه دلوقتي بتلعب انت تو لاين، انت لو شفت بتعمل اثنين خطوط خطين او ثلاث خطوط بتقف بتتمركز كل واحد في منطقته تمركز. وكل واحد بيبقى مسؤول عن المسافه اللي قدامه. يعني حضرتك انا واقف كده واحد وراه بالظبط يعني كده، انا مسؤول حتى لو في اثنين انا مسؤول على اللي قدامي بالزبط. وفي الاخر خالص ما يبقاش اخر واحد، ما يبقاش في واحد في ظهره بالزبط. يعني ما فيش، مش هيشوفه لو سرق من قدامه. بنقف اربعه او خمسه وبعدين يقف لاين ثاني ثلاث اربع لعيبه، واحد على 18 عشان الكوره رده، مع واحد في العرض القريبه وواحد على 6 يارده اللي هو الفري. ودي برده طبعا الحارس لازم ينبه على الكلام ده قوي قبل ما الكوره ترفع، ويبقى الواقف على القريبه ده مهم جدا في الفاولات والكورنر، ان ما حدش يجي يسرق من قدامه. يعني الكوره طالما متوسطه لازم يجري لقدام، طالما متوسطه الاعلى من كده زي ما قلت لك خلاص ما في فرصه للحارس. في مدرب بيوقف اثنين، وفي في مدرب بيوقف اثنين في القائمين بحيث ان لو في زحمه حاجه. لا قصدي كمان بيوقف، كمان يعني بيوقف اثنين على على 6 يارد يعني واحد على لو واحد لو في لا واحد واقف ساعات بيوقف واحد قدام واحد وراه بين الراجل ده بالزبط. هو طبعا دي هتعتمد على حسب هو بيهاجمك بكام، بيطلع في الكورنر بكام. انا شفت الجون الاولاني خمسه، هم طلعوا خمسه، فالخمسه بيقفوا كمان يا كابتن ميدو بيقف ثلاثة عند قدام البنالتي، وفي واحد بيقف بين البنالتي والسكس ياردة هو اللي جري ده وسرق واللي عملها بدماغه، والخنيسي اللي كان واقف قدام شريف وبعدين سحب نفسه لورا. فالكلام ده لابد ان هم النادي الاهلي عشان لعب يعني لعب مع الثلاثة دول مان، فلما الراجل جري خلاص سرق. وحتى الكورة هي طبعا عايزة تدخل، لان لما لمسها جت احنا واقفين ثلاثة كده وراحت جاية من بينهم للراجل الخنيسي لوحده خالص، هي عايزه تدخل فعلا. هي طبعا لابد، انا بقى انا عايز طالما احنا عرفنا ان الفرقه دي مميزه في الكلام ده لابد الاهتمام يبقى شديد، والكلام قبل الكورنرز والفاولات مهم جدا. كل واحد يبقى واقف يعني منتبه جدا، لان دي ميزه عندهم ممكن تخسر المباراه. اكيد في المقابل احنا برضو خلي بالك هم مش مميزين جدا في الكور الثابته اللي عليهم، يعني احنا يمكن الجون اللي جبناه كره متوسطه وكانت تدخل الجون على طول، مفيش فرقه كره متوسطه وتمشي منها بالظبط. وهم بيعملوا دايما يا كابتن ميدو الفاولات اللي من بره الجانبيه بيعملوها على القريبه متوسطه، عملوها يمكن ثلاث مرات الماتش اللي فات، مش معقول هتقلش ثلاث مرات. فبالتاكيد يعني كابتن حسام والجهاز كله اتفرج على الكلام ده، والتاكيد هم عرفوا مين اللي هيقف هنا وعاملين حسابهم ان شاء الله باذن الله للفاولات الثابته والحاجات دي. تمام، تعال نرجع نتكلم على الثقافه التحكيميه للاعيب المصري. تمام، الثقافه التحكيميه زي ما بقول لك يا كابتن ميدو، انا يعني انا عايز اقول حاجه، يعني انا وانا بلعب دايما كنت اكتسب الحكم، يعني يمكن العلاقه كانت دايما مع الحكام علاقه وسيله جدا، لدرجه ان انا في مره من المرات
كان لاين مان، هو يمكن مراقب دلوقتي وكل ما يشوفني يجي يسلم عليا. كابتن ابو رحاب يمكن كان لاين مان وفعلا مره واحنا بنلعب الكره اتلعبت فانا طرت طلعتها بعد ما خدت بعد ما عدت خط المرمى، فاللاين مان راح مشاور في نص الملعب فانا واقع على الارض رحت عامل له كده يعني في صبعي ان هي فعلا جول. الموقف ده من ساعه ما كل ما يشوفني في حته يجي يسلم عليا، لان النهارده انت بتكتسب الحكم دون بشر، فانت النهارده وارد ان هو يخطا، فانت لو خطا وانت حاسس ان انت متعاطف معاه او بتقول له ماشي يا كابتن اللي جايه هيبقى متعاطف معاك، احنا بشر، فلابد ان انا الحكم اكتسبه في ذكاء، ده ذكاء عند اللعيبه المفروض وبالذات قائد الفريق، لان قائد الفريق دايما هو اللي بيبقى في علاقه مباشره في الكلام مع الحكم. ثانيا الاعتراض لابد زي ما حضرتك قلت لازم الاعتراض يبقى جماعي، يعني حتى لو احنا هنعترض لدرجه نبين له بس الحكم بس باسلوب محترم عشان ممكن الحكم النهارده بيقوم عايز يبين برضه ان هو ماسك زمام المباراه يقوم مدي كارت الاول واحد يجيله، احنا نروح 4-5 هيحس ان في ضغط شويه عليه لكن باسلوب كويس ومش كل كوره عشان ما يزهقش لان ممكن يعاند بعد كده. فالحته دي اعتقد ان المفروض لعيبتنا يعني المفروض ما يبقاش متعصبين ويكتسبوا الحكم في صفهم، لان الحكم لو جه عليك مره مش هيجي عليك الثانيه اكيد، ولازم نلعب يا كابتن على الصفاره، يعني انا النهارده ما بالذات في الماتشات الافريقيه انت عارف هتقف ان هي اوف سايد وتلاقي اللاين مان مش رافع وهتتلعب هتدخل جون هتيجي في ايد واحد هتشاور انرامو يعني اطول ايد في الايد الشهيره ايده يعني لو واحد كفيف بيحكم هيحسبها هاند بول لكن طار وحطها، فده ده اللي احنا لازم نبقى عاملين حسابه، لكن مش عايز نفكر كتير جدا في التحكيم عشان ما ياخدش من تفكيرنا كتير جدا ويخرجنا عن شغلنا الاساسي اللي هو ازاي ان شاء الله الشغل الخططي اللي هنلعب بيه واللي هنواجه بيه الترجي. وزي ما قلت لحضرتك كابتن حسام الله يكون في عون طبعا، بس هو بالتاكيد عامل سيناريو المباراه وهتبقى فيها المباراه هتبقى فيها كابتن ميدو الامور فيها يعني فيها اكتر من 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 من, من جزء يعني هتقسم على اجزاء طبعا، لان انت النهارده ان شاء الله وارد ان انت ممكن ان شاء الله باذن الله تجيب تتقدم في الاول هتلعب ازاي بعد كده، وارد ان انت لا قدر الله ممكن يدخل في جود ازاي ترجع وتعوض. طيب هنرجع ليك كابتن مصطفى بعد ما نشوف لقاء سفير المصري بتونس السيد نبيل الحبشي نشوف قال ايه ونرجع لحضرتك على طول. تحياتي ليك يا كابتن ميدو اكيد لضيوفك الكرام، اكيد النهارده خلاص اولى تدريبات النادي الاهلي في تونس استعدادا للمباراه المهمه والمرتقبه امام فريق الترجي التونسي في اياب دور الثمانيه من دوري ابطال افريقيا، لكن خليني في البدايه سريعا ابتدي مع معالي سفير مصر لدى دوله تونس سياده السفير نبيل الحبشي، وطبعا نتكلم معاه عن التنسيق لبعثه النادي الاهلي خلال تواجده هنا في تونس. برحب بك في البدايه سياده السفير. اهلا بيك، اهلا وسهلا، منورين تونس وان شاء الله متفائل ان شاء الله، وزي ما قلت التملي انا متفائل باستاد رادس، انا عندي يعني النهارده كنت في اذاعه شباب والرياضه وكنت بقول انه انا حلمت امبارح ان احنا كسبنا 2-0، فان شاء الله يا رب. كابتن كريم حسن شحاته قال لي نتكلمك بعد الماتش ان شاء الله ونحتفل ان شاء الله كلنا يا رب ان شاء الله. في البدايه عايزين نتكلم على التنسيق لاستضافة بعثة النادي الأهلي هنا في تونس استعدادا لهذه المباراة، وازاي تم التنسيق في البداية ما بين النادي الأهلي وما بين السفارة هنا في تونس؟ احنا طبعا من البدايه تواصلت مع كابتن سيد عبد الحفيظ ومع كابتن سمير عدلي ونسقنا بحيث انه الامور تتم بيسر وسهوله، وده الحقيقه اللي حصل. انت عارف طبعا ان هم جم قبل الفريق ما يوصل قبلها بيومين وظبطنا الامور مع الجانب التونسي بحيث انه يبقى يتم الاستقبال في المطار بطريقه سلسه، وده اللي حصل بالفعل. احنا يعني الجانب التونسي كان متعاون جدا معانا، خصص لنا 2 كاونتر في المطار، دخلوا اللعيبه على طول والطاقم الفني معاهم، الاستقبال يعني الشنط والكلام والجوازات والكلام ده كله عدى بطريقه سلسه. انا شايف الحقيقه روح الفريق كويسه وانا متفائل زي ما قلت لحضرتك. حاجه بس احنا لو حضرتك خدت بالك احنا الدنيا سقعت سنه، واخد بالك، وما اتوقع انه في الايام القادمه بكره وبعده تسقع اكتر. انا كنت بشوف الارصاد وقالوا انه درجه الحراره يوم الماتش ان شاء الله في ساعه الماتش هتبقى حوالي 20 درجه، فده برده فيها حته سقعه يعني، فلازم برده اللعيبه ياخدوا بالهم من الحكايه دي. بس انا شايف الحمد لله انه في تركيز وفي نيه وعزيمه ومتفائل جدا ان شاء الله. تواجدك النهارده لمؤازره فريق النادي الاهلي اكيد شيء مهم وحافز بالنسبه لهم ان شاء الله قبل المباراه. طبيعي جدا زي ما اقول لحضرتك النادي الاهلي هو سفير الكره المصريه في الخارج، واحنا بنعتز بانجازات الاهلي ودائما ورا الفرق الوطنيه بتاعتنا، سواء يعني اهلي زمالك، انما انا شايف انه ده مفيد للرياضه المصريه، وطبعا اتمنى الفوز للنادي الاهلي، وعاوز برضو ان انا اقول للعيبه لو انا هكلمهم بعد لما يخلصوا
الحراس والتمرين ضروره التركيز. وطبعا كابتن حسام النهارده الصبح كان بيقول لي لما وصل قال لي انه الولاد الحمد لله يعني نسيوا المباراه بتاعه القاهره وقصدي بتاعه برج العرب، وبالتالي مباراه جديده وصفحه جديده ونامل خير ان شاء الله. شكرا استاذ. شكرا ميرسي كتر خيرك. ده كان لقائنا مع سيادة السفير طبعا نبيل الحبشي سفير مصر لدى دولة تونس. أكيد كان لقاء مهم، لكن خليني معاك يا كابتن ميدو متواصل طبعا في هذه اللحظات تدريبات النادي الأهلي وأولى تدريبات الفريق هنا في تونس وبالتحديد في ملعب الجامعة الخاص بالاتحاد التونسي لكرة القدم. غدا إن شاء الله هيكون المران على الملعب الرئيسي هو استاد رادس واللي هتقام عليه هذه المباراة، وهيكون المران في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت تونس، 8 مساء بتوقيت القاهرة. بشكل عام ان شاء الله نتمنى التوفيق للنادي الاهلي، لكن خلينا نتكلم بتفصيل اكبر شويه عن الفريق النهارده وبرنامجه الخاص منذ الوصول لدوله تونس هنا استعدادا لهذه المباراه الهامه. يمكن فور وصول الفريق لفندق الاقامه توجهوا مباشره لتناول وجبه الغداء، بعديها طبعا توجه اللاعبين لغرف الغرف الخاصه بهم طبعا في الاوتيل اللي اختاروا كابتن سيد عبد الحفيظ وكابتن سمير عدلي اللي وصلوا من منذ يومين بالتحديد هنا لتونس لتنسيق كل ما يخص الاقامه بالنسبه لبعثه فريق النادي الاهلي. خليني اقول لك ان في تفاؤل كبير جدا بفندق الاقامه، خليني اقول لك ان فندق الاقامه ده اللي كان متواجد فيه النادي الاهلي في 2012، يمكن يعني تحصل 3-4 مرات النادي الاهلي كان متواجد في الفندق ده وقدر ان هو يفوز على ملعب رادس. في 2012 قدرنا ان احنا نفوز طبعا على فريق الترجي التونسي بعد ما تعادلنا 1-1 في مباراه الذهاب ساعتها في برج العرب، وقدر النادي الاهلي يفوز 2-1 والفوز ايضا ببطوله دوري ابطال افريقيا. لكن التمرين النهارده اكيد ده تمرين مهم جدا بالنسبه لكابتن حسام البدري، بالنسبه للاعبين بيستعدوا من خلاله بشكل قوي جدا. خلينا اقول لك ان في تركيز كبير جدا من كابتن حسام البدري من الجهاز الفني ومن لاعبي النادي الاهلي ان هم ان شاء الله يقدموا مباراه كبيره جدا، ان شاء الله يقدموا نفس الاداء. احنا زي ما احنا عارفين يا كابتن ميدو لعبنا مباراه يمكن كبيره جدا في استاد برج العرب، لكن ما كانش في توفيق طبعا في بعض الكرات والاهداف اللي دخلت مرمى النادي الاهلي، لكن ان شاء الله نتمنى النادي الاهلي ان هو يكون موفق خلال هذه المباراه وان شاء الله يكمل مشواره في بطوله دوري ابطال افريقيا من خلال التاهل للدور قبل النهائي طبعا من هذه البطوله. لكن عايز اتكلم عن بعض لاعبي النادي الاهلي وخلال المران النهارده. يمكن طبعا سعد سمير مع بدايه المران شفناه بيجري حوالين الملعب لوحده بعد ما انهى عمليات الاحماء البدائيه مع لاعبي النادي الاهلي. سالت طبعا دكتور خالد محمود قال لي ان سعد سمير عنده اجهاد بسيط في العضله الضمه، ولكن هو حاولوا ان هم يريحوه خلال المران النهارده، يعمل بعض التدريبات الاستشفائيه على اساس ان شاء الله ان هو يقدر يشارك في التدريبات الجماعيه من خلال المران الاخير غدا ان شاء الله على ملعب رادس، ومن ثم ان شاء الله يكون لائق للمشاركه في هذه المباراه. سالت دكتور خالد محمود يعني سعد سمير ان شاء الله هيكون متواجد بنسبه كبيره في المباراه، قال لي اه لا بنسبه كبيره جدا هيكون متواجد سعد سمير في المباراه طبعا على حسب الرؤيه الفنيه كابتن حسام البدري. احنا عارفين ان سعد سمير طبعا من العناصر الاساسيه المهمه جدا بالنسبه للنادي الاهلي خلال الفتره السابقه. مران الاهلي النهارده هيكون في بعض الجوانب البدنيه خفيفه ايضا، خصوصا طبعا بعد رحله السفر اكيد من القاهره لتونس، ايضا هيكون في بعض تدريبات الكره، ايضا هيكون في تقسيمه اكيد مهمه جدا من خلالها ان شاء الله هنحاول نستشف الشكل اللي ممكن يلعب بيه كابتن حسام البدري او بالتحديد التشكيل اللي ممكن يلعب بيه كابتن حسام البدري خلال هذه المباراه المهمه. لكن خليني متواصل معاك يا كابتن ميدو، معايا في هذه اللحظات بعض جماهير النادي الاهلي المتواجدين هنا في تونس طبعا عشان يأزروا النادي الاهلي. طبعا برحب بيك في البدايه. ميرسي، ربنا يخليك. احمد صالح السفاره المصريه يا رام مراتي. تمام، خلينا بس نبتدي في الاول، شايف المباراه ازاي؟ توقعاتك نتيجه المباراه وهل متفائل ولا لا؟ ان شاء الله متفائل جدا باذن الله، وان شاء الله ان شاء الله 2-0 باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. تتوقع مين يتالق من لعيبه الاهلي؟ هم كلهم ابطال ان شاء الله بكره، وباذن الله كلهم يتالقوا، وان شاء الله شريف اكرامي يعني احسن المره اللي فاتت ويعمل ماتش كبير باذن الله ويكون سبب في ان احنا نكسب باذن الله. ان شاء الله باذن الله. عايز اخد توقعات حضرتك للمباراه النهارده. لا ان شاء الله هنكسب ان شاء الله 3-0 هوبفلي يعني. يا رب ان شاء الله. جاي بالعلم وانت بتشجعي الاهلي من النهارده بقى طبعا عشان مباراه بعد بكره الصبح بالعلم برضو. لا في جنبهم يعني ان شاء الله يا رب يعني ان شاء الله. عايز اخد توقعاتك للمباراه ومين ممكن ان شاء الله من لاعبي النادي الاهلي يسجل هدف يكون غالي جدا في مشوار النادي الاهلي. والله انا يعني شايف ان شاء الله باذن الله النادي كله اللعيبه كلها يعني ان شاء الله كلهم ابطال،
وكلهم هيأدوا كويس ان شاء الله، وانا متفائل احسن من المره اللي فاتت. طبعا المره اللي فاتت كان ان شاء الله باذن الله عبد الله سعيد ان شاء الله باذن الله يحقق الهدف، وان شاء الله باذن الله يعني يفرحونا، وان شاء الله احنا وراهم يعني على طول باذن الله. عايز اسالك، متواجدين بقالكم قد ايه هنا في تونس؟ وعايز اعرف شعبيه النادي الاهلي، وضحها لي اكتر. طبعا عايزين نعرف كل مشاهدي قناه الاهلي. بقى لي 4 شهور دلوقتي، لسه ما نقول جديد يعني هنا. ويعني بصراحه لما جيت انا اتفاجئت جدا جدا يعني بشعبيه نادي، يعني انا عارف طبعا النادي الاهلي شعبيه كبيره جدا في افريقيا، بس بالذات هنا في تونس كمان لا، يعني الناس كلها يعني كل معظم الناس هنا بيشجعوا الترجي والنادي الاهلي. فلا يعني انا انبسطت جدا جدا، وبعدين بحس طبعا بفخر كبير جدا لما بيعرفوا كمان ان انا اهلاوي بقى كمان، يعني المعامله بتبقى جميله جدا يعني الحمد لله. شكرا. ايضا عايز اخد رؤيتك للمباراه وتوقعاتك ليها. ان شاء الله هنفوز ان شاء الله 2-1 ان شاء الله بعون الله، وان شاء الله يعني الاهلي بعون الله هيكون قادر على انه يحقق الانجاز ده ان شاء الله بعون الله. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا. دي كانت بعض لقاءات الجماهير او الجاليه المصريه المتواجده هنا في تونس قبل هذه المباراه الهامه جدا في دوري ابطال افريقيا. اكيد بشكل عام نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي خلال هذه المباراه، وانه يقدر يواصل مشواره في دوري ابطال افريقيا من خلال فوز هام جدا في طبعا هذا المشوار الافريقي على فريق الترجي التونسي. والان عوده ليك كابتن ميدو. شكرا. لاعب الجامعه برادوس من تونس، يعني توقعت لنا قلبنا شويه يا امير، لكن ان شاء الله سعد يرجع بسرعه. سعد محتاجينه يعني جدا جدا يا مصطفى. طبعا سعد يعتبر يعني عنصر اساسي طبعا في دفاع النادي الاهلي، بالذات في المباراه دي طبعا، لانه عنده سرعه كبيره جدا وعنده العاب لها مميز فيها. فان شاء الله احنا محتاجينه مع كل زمايله ان شاء الله، وباذن الله تكون حاجه عرض يعني بسيطه كده ان شاء الله. طبعا كويس ان الجهاز رايح النهارده، لسه النهارده بكره التدريب، يعني مش يعني احنا داخلين طبعا النادي الاهلي بيلعب مباراه مستمره، فالراحه دي تدريب في حد ذاتها بالنسبه له عشان ما تزيدش الالم بتاعت العضله الضمه، وان شاء الله باذن الله يكون جاهز للمباراه باذن الله. بالظبط. وكمان هي السفر ملازينة في الضمات بقى، طبعا القعده بقى والكراسي الصغيره القعده بتبقى الكراسي طبعا ضيقه بين بعضها بعض كده. ان شاء الله باذن الله نامل بقى كده ان تبقى النادي الاهلي باذن الله بقى يدخل خطوه ثانيه كده ان شاء الله، ان يبقى عنده حاجه خاصه بيه زي ما بنشوف كده في اوروبا يعني. دي يا حاجه رب. يا رب ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. يعني اخر سؤال اساله لك، هتقول لشريف اكرامي ايه لو انت كنت المدرب اللي معاه دلوقتي؟ والله طبعا يعني انا عايز اقول ان طارق يعني ما شاء الله عنده خبرات ومدرب طبعا، اكيد هو اكتر واحد اقرب للشريف، وهو طبعا اللي يقدر يقول له كل حاجه، وبالتاكيد هو اكلمه. وطبعا يعني زي ما بقول لحضرتك، انا يعني تاكيد طارق قال له الكلام ده طبعا، ان هو لازم ينسى المباراه اللي فاتت. هو عنده ثقه كبيره جدا فيه، يعني انا لو في الفتره دي بعد المباراه كنت اقول للشريف هات مباراه او مباراتين عملتهم كويس جدا اتفرج عليهم. ده مصر كلها نزل يعني كل المحبين الاهلي نزلوا له الفيديوهات بصراحه، لان دي بتدي ثقه ليا طبعا. هو بالتاكيد شريف يعني مش محتاج كلام كتير. هو الموضوع طبعا خد يمكن حيز كبير طبعا عشان اهميه المباراه زي ما قلت لحضرتك، ولكن هو شريف بالتاكيد جون كبير، وشريف يتمتع عنده شخصيه قويه، ودي مهمه جدا في حارس المرمى. لابد يكون عنده شخصيه، ولابد يكون عنده قدر من مش عايز اقول الـ يعني ان هو لازم اتحمل الكلام ده، لان انت وارد وانا بلعب ان انا اخطا في هدف، لكن المفروض ان انا معيش مع الخطا ده، لان المباراه مستمره، وافكر في اللي جاي عشان ابتدي اشوف شغلي زي ما قلت. حارس المرمى بيشوف شغله، بيجي عليه عدد كور، بيحاول يعمل احسن حاجه عنده في عدد الكور دي، يقلل عدد الاهداف تخش المرمى. فانا لو شريف هقول له انا هاخده بره، مش هتكلم نفسي بقى خلاص هتكلم في شغل المباراه. تأكيد هنتكلم بقى في شغل المباراه، ان هم بيعملوا ازاي، الكور الثابته بيشتغلوا فيها ازاي. وارد ان يبقى في حاجات ورا المدافعين، لان احنا ممكن نكون عايزين طبعا نجيب هدف، فوارد ان ممكن هم يشتغلوا على كونتر اتاك او يشتغلوا على في ظهر المدافعين، يبقى لازم ابعاده واخدها ازاي الطوليه عشان يبقى ورا الناس. لازم يبقى هو توجيه الدائم للخط الدفاع كله، بالذات في الكور الثابته الكلام المستمر، لان ده بيدي تركيز للحارس والخط الدفاع بتاعه. هدخل في شغل المباراه وخلاص، اقول له انا ثقه فيك جدا، بدليل ان هو بيلعب. يعني لو مفيش ثقه هو الراجل بيلعب، وايه اللي حصل يعني؟ وارد مش اول خطا ولا اخر خطا، طول ما احنا بنلعب هيبقى في اخطاء، ولكن انا بقيم الجون زي ما الكابتن احمد يمكن قلنا، مش من خطا حصل، انا بقيم الجون نتيجه عدد من المباريات، هو في كل المباريات دي كان اداؤه فيها ايه وتاثيره ايه في المباريات. فانا يعني ان شاء الله كلنا ثقه في شريف ان شاء الله باذن الله، ان هو باذن الله يبقى سبب هو وزمايله ان شاء الله في فوز الفريق،
وهو ده قدر حارس المرمى، مركز حساس بيحتاج شجاعه، بيحتاج جرأه، بيحتاج ثقه بنفسه، لازم يثق بنفسه وعنده امكانيات هائله، فلا بد انه يثق في نفسه ويثق في زمايله. ان شاء الله باذن الله نبارك لبعضنا ان شاء الله بعد المباراه بتاهل النادي الاهلي لقبل نهائي بطوله افريقيا. يا رب يا رب ان شاء الله. ان شاء الله. يعني دايما بتشرفني وبتنورنا كابتن مصطفى. الله يخليك يا عارف يعني ربنا يخليك انت اخويا، واتمنى لك كل التوفيق، مزيد من التوفيق. سنة عبد الله بيحاول يوقع بيني وبينك انت عارف يعني يهدي النفوس بس. بصراحه بقول الحقيقه والله. هو ربنا دايما منورنا وشرفنا. الله يخليك بيتك طبعا. الله يخليك الاهلي. الله يخليك. الله يخليك. نورتنا وشرفت ان شاء الله. دي كانت اول فقره معانا، كان معانا النجم الكبير نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر ومدرب حراس مرمى السابق بنادي مصر مكسر كابتن مصطفى كمال. نطلع فاصل عشان نستقبل النجم نجم الاهلي ومنتخب مصر ايضا الكابتن محمد حشيش عشان نشوف برضه نتواصل معاه في لقاء الاهلي والترجي الهام جدا. فاصل استنونا. ساداتي انساتي ساداتي، اطيب التمنيات من استاد القاهرة، واليوم هنا لقاء العودة ومشاكل الله على القدر الطويل. هنا القرعة بين كابتن الفريقين، الاهلي المصري بطل افريقيا واهلي بنغازي بطل ليبيا. الاخيرة يلا مين يكمل اول السينما. الله عليك الله. تصوير وجول جول جول جول. قلنا مشاهدينا الكرام ستكون النهايه تراجيديه. كأس السوبر الافريقي رقم 14. الاهلي كيان، الاهلي رمز، الاهلي عزيمه، الاهلي اسوار، الاهلي دايما بيلعب حتى الثانيه الاخيره. والله النادي الوحيد اللي في العالم اللي خلى كل المعلقين العرب يعني يتفننوا في ايجاد الكلمات اللي تناسب وتلائم هذا الكيان الكبير، يعني حاجه فعلا تفرح. انضم لي يعني نجم النادي الاهلي الكابتن الكبير كابتن محمد حشيش. اهلا وسهلا بيك كابتن. اهلا بيك يا ميدو. يعني بسمع تعليقات المعلقين العرب طبعا حاجه بيتفننوا فعلا في الشعر في النادي الاهلي. لا شك طبعا يعني النادي الاهلي نادي القرن، اكبر شعبيه موجوده في الوطن العربي كله وفي افريقيا، صاحب اكبر انجازات على مستوى العالم كمان. لازم يكون ده، التعليقات لازم تكون كده، بينافسوا بعض طبعا في ان هم يتغزلوا طبعا طبعا النادي الاهلي وفرقته والاهلي اللي بيديهم الفرصه لكده طبعا من الامكانيات واللعب والبطولات اكيد اكيد. يعني يا كابتن الحدث، نعيش الحدث اللي احنا فيه مباراه الاهلي والترجي، واكيد يعني كل الجماهير بتستنى هذه المباراه، بنقول كلنا يا رب
من جوه جوه قلوبنا، جماهير المخلصه للنادي الاهلي الوفيه بتقول يا رب فعلا من جوه القلب النادي الاهلي يكسب ان شاء الله ويرجع الفرحه لكل الجماهير الاهلاويه. شايف يعني برضه هنبدا من المباراه اللي فاتت، تمام، ابرز سلبياتها اللي ممكن الكابتن حسام بدري يعالجها من وجهه نظر حضرتك؟ تمام، انا في رايي المباراه اللي فاتت تتلخص في حاجه واحده، هو الاهلي النادي الاهلي فقد السيطره على نص ملعبه من بدايه المباراه، وكان في المقابل سيطره من الجانب التونسي الترجي، عندهم اثنين على مستوى عالي جدا في نص الملعب، الولد اللي هو الكاميروني والولد اللي هو بتاع ساحل العاج، كانوا طبعا من ناحيه الدفاعيه ومن ناحيه الهجوميه بيكملوا ماسكين نص الملعب، هو ده اللي اضعف وجودنا في الملعب بالتحديد طبعا في الشوط الاولاني. سير المباراه طبعا اللي فاتت كانت على عكس ما احنا كنا متخيلين، طبعا جبنا هدف في البدايه ودي كان حافز كويس ودافع للعيبه ان هم يجيبوا بقى نسبه كبيره من الاهداف، انت عارف المباريات الكبيره دي زي الترجي بالتحديد صاحب بطولات كبيره شعبيه كبيره تاريخ كبير، ديربي دايما بيننا وبينه كشمال افريقيا عموما بما فيهم مصر يعني، فانت ما تجيب جون وفي بدايه المباراه طبعا دي حاجه يعني حاجه كويسه انك بتديك الثقه وبتركب بقى المباراه. فوجئنا طبعا بجون دخل مرمانا، وده طبعا لعدم التنظيم، انت ضيعت فرص زي ما حضرتك بتقول خالص، التنظيم الدفاعي كان كفيلك تنهي المباراه تماما خالص، تاني لو جبت الجون الثاني في الترجي كنت ممكن تجيب سكور كبير وتروح مطمن، انما طبعا الجون الثاني طبعا او الجون اللي دخل على طول جون التعادل بتاع الترجي طبعا كان نتيجه لخطا في التمركز الدفاعي للعيبه، برضو عمل حاله من الاحباط. مباراه خلصت الشوط الاولاني 1-1، انت بتبتدي تنظم دفاعاتك وكابتن حسام قرى الملعب كويس ونازل الشوط الثاني عشان تضغط، وفعلا ده اللي حصل وتحرز بقى مزيد من الاهداف عن طريق طبعا الخطا بتاع شريف طبعا الغير طبعا مقصود، يعني برضو عمل نوع من الاحباط للفريق، انت نازل تكسب وتزود الاهداف بيجي في الجون 2-1، ومع ذلك برضو احنا رجعت تاني بعد شويه للملعب، هدف ازار طبعا هدف ازار، وكان ممكن تضيف انما طبعا المباراه كانت خلاص الحكم بقى بدا يتدخل بقى فعليا. يعني ما كانش موفق طبعا في حاجات كتيره، احنا هنقول مش موفق يعني في بعض القرارات طبعا خلت المباراه تنتهي 2-2، ويعني صعبنا علينا طبعا مباراه العوده، لان طبعا مباراه العوده اللي هي ان شاء الله باذن الله يوم السبت باذن الله مباراه صعبه تقيله طبعا تقيلة. الطموح موجود عند الفرقتين بشكل متساوي، في افضليه للترجي انه بيلعب طبعا على ارضه في وسط، عرفت ان في حوالي 40 ألف متفرج هيحضروا اللقاء، انا بحكم طبعا عشرتي التوانسه ولعبي في تونس السنتين اللي لعبتهم في تونس، طبعا عارف ان الترجي طبعا زي النادي الاهلي في مصر اكبر شعبيه، يجي الترتيب اللي بعده طبعا نادي الافريقي، هم بيقولوها حتى في تونس ابناء باب سويقه وابناء باب جديد، سويقه الترجي وجديد اللي هو طبعا الافريقي، زي عندنا مثلا باب اللوق وباب الخال احياء معينه بيبقى النادي متواجد فيها يعني. طبعا الضغط الجماهيري هيبقى له عامل كبير جدا في المباراه بتاعت يوم السبت، اعتقد مباراه السبت لو هنبدا نتكلم على النواحي الفنيه فيها هنتكلم، ولا انت عندك سؤال ممكن انا عايز برضه اسالك هنتكلم طبعا هنتكلم اكيد، عايز اسالك على الجماهير اللي حضرتك شفتها امبارح ماليه استاد التتش طبعا، كان دورها المهم في مؤازره الفريق طبعا حاجه يعني كويسه جدا جدا، مش حاجه غريبه على جماهير النادي الاهلي ان دايما هي اللي بتساند فريق النادي الاهلي في كل المحافل، وفي بالذات المواقف الصعبه بيبان طبعا جمهور النادي الاهلي تواجده بالكثافه الكبيره وبالحماس الكبير قوي في استاد التتش طبعا قبل ما يسافروا، طبعا دي حاجه يعني ايه تهز الحجر زي ما احنا بنقول وتدي شحنه ودفعه معنويه كبيره جدا، صحيح ان هم مش هيكونوا موجودين في المباراه القادمه في رادس، بس على الاقل هيبقى بقلبهم مع لعيبه النادي الاهلي، اعتقد ان لعيبه النادي الاهلي لازم تبقى على مستوى عالي من المسؤوليه
تحمل مسؤولية عشان خاطر الجماهير طبعا الكبيرة والجماهير العريضة طبعا بتاعت النادي الأهلي اللي هي راحت لهم واللي هي إن شاء الله مستنياهم لما يرجعوا إن شاء الله بالفوز من تونس إن شاء الله. يا رب. إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله. يعني اتكلمنا برضو عن دور الجماهير طبعا أكيد كان ليها دور زي ما حضرتك قلت يا كابتن. الله يكون بقى في عون الكابتن حسام طبعا في حاجات كتير قوي في الضغط طبعًا. اللي عليه طبعا في اختيار تشكيلة. يعني شايف الموضوع ازاي؟ طبعا مهمة صعبة بس طبعا كابتن حسام مش اول تجربة صعبة ياخدها ومر كتير بتجارب كبيرة وصعبة نفس التجربة يعني ويعني كان واحد واحد بالظبط بالظبط. طبعا مهمة صعبة تكمن الصعوبة في مباراة يوم السبت ميدو ان يدخل الهدف فيك في الشباك هتبقى محتاج في جميع الاحوال هدفين يا تتفوق بيهم وتكسب يا تتعادل وتخش في السيناريو بتاع طبعا ضربات الجزاء فاهم حاجه في المباراه دي بالنسبه لكابتن حسام اللي هيقولها للعيبه هي عدم دخول اي هدف في مرمانا ده بيتطلب اكبر قدره من التركيز للعيبه لان الاخطاء بتيجي من عدم التركيز والمدير الفني طبعا في اختيار اللعيب طبعا المباراه دي عايزه طبعا خبرات عاليه جدا يعني اعتقد كابتن حسام في اختياره للتشكيل هيعتمد بقدر كبير جدا على اللعيبه اصحاب الخبرات لان الضغط الجماهيري وصعوبه المباراه والنتيجه بتاعت الشوط الاولاني اللي هو المباراه الاولانيه هتصعب طبعا الموضوع جامد وانت عارف الضغط العصبي على اللعيبه ممكن يخرج اللعيبه عن شعورها ممكن يخلي اللعيبه تفقد التركيز فعايزه نوعيه معينه من اللعيبه احنا برضو عارفين ان شمال افريقيا والترجي وتونس بيعتمدوا برضو على في طريقه لعبهم على استفزاز المنافس اسلوب حياه بالظبط يخرجوا عن شعوره وعن وبالتالي هيخرج عن التركيز للهدف الاساسي بتاعهم ان هو يحرز هدف ويبتدي يمسك المباراه وطبعا الطريقه التقليديه بتاع تضييع الوقت بالظبط خلال طبعا المباراه واحنا عارفين طبعا ان لو كل ما الوقت بيعدي هو في صالح فرقه الترجي ولا في صالح الاهلي كل ما الوقت بيعدي في صالح الترجي لان انت مطالب انت لو ما دخلش فيك جول طب ليه ما بقاش في لحظه ممكن يجيب جول ليه كل ما الوقت يعدي ما يعملش ضغط نفسي على لعيبه الترجي ان الاهلي ممكن يجيب جول في اي ثانيه وخلاص الماتش خلص وارد وارد بس في نفس الوقت اما تحافظ على التعادل غير ما تبقى عايز تكسب يعني ده الفرق بين ناحيتين بس انت بتلعب على ارضك و يعني لو الشوط الاول خلص 0-0 هو المفروض ان الكابتن حسام لازم يقسم المباراه اكيد يعني أكيد. لو هنبتدي من بدايه المباراه طبعا الترجي عامل نتيجه كويسه متعادل معاك هنا تعادل ايجابي فهينزل هناك عايز يضغط عليك من البدايه عايز يجيب الجول اللي هو اللي انا بقول لك عليه ان هو هيعمل الفارق يعني احلى الجول. حاجه احلى حاجه في النجوم اللي احنا بنجيبها يا جماعه اختلاف وجهات النظر يعني مصطفى كمال او كذا حد قال ممكن الترجي ينزل متحفز شويه يشوف الاهلي هيعمل ايه وفي حد تاني قال لا ممكن اكيد الترجي هينزل يهاجم الاهلي لانه هو هاجم هنا اساسا الترجي هينزل من اول دقيقه مع الشحن الجماهيري والحماس هيستغل عناصره هيستغل لان زي ما بقول لك وباكد ان جون في مرمى النادي الاهلي بيمثل صعوبه كبيره جدا جدا للنادي الاهلي وكل ما الوقت بيعدي زي ما بقول لك بيبقى في صالح الترجي ان الراجل النتيجه لو فضلت نتيجه سلبيه تعادل سلبي ده في مصلحه نادي الترجي عشان كده انا بقول لك ان الكابتن حسام لازم حمى البدايه والضغط الجماهيري والحماس بتاع لعيبه الترجي لازم هو يبقى فيه تنظيم دفاعي كويس قوي المقوله بتاعت بقى ان احنا نهاجم عشان نخفف الضغط الهجومي لا انت لو دفعت كويس هتقدر تبني هجماتك صح حلو يعني لو دفعت كويس هتقدر تبني هجماتك صح اخلص من التلت ساعه الاولانيه بتاعت الحماس والضغط و و و وابتدي امسك نص الملعب لان مفتاحك بكره هو نص الملعب على عكس الخطا اللي انا كنت بختلف مع الكابتن حسام فيه في المباراه الاولانيه انا بلعب على ارضي ما ينفعش العب
انا ده افرائي ممكن يكون رايي ده غلط يعني. ما ينفعش ان انا العب اتنين ديفندرات كل تفكيرهم ان هم يقطعوا الكوره ويسندوا، ما ينفعش. طب الضغط الهجومي هيجي ازاي والتكمله هتيجي ازاي؟ ما ينفعش يبقى عاشور والسوليه طريقه لعبهم تقريبا بقت واحده اللي هو افساد الهجمات من اليمين ومن الشمال. طبعا انا هناك ما اقدرش اعمل كده، انا اتحولت دلوقتي غصب عني ان انا لازم برضو اامن دفاعاتي كويس، فلازم العب باثنين ديفندرات. تمام. عشان كده لو هنتكلم في العناصر اللي هتبقى موجوده، انا في رايي ان صالح جمعه له دور كبير جدا جدا يوم السبت في بدايه المباراه ولا من البدايه. ماشي. ليه؟ لو هنقارن بين طبعا عبد الله السعيد والبديل صالح، لو هنقارن بين الاثنين انا بقول ان صالح جمعه يتميز او يتفوق على عبد الله ان هو بيرقص بسرعته وبيعدي، بيخترق خطوط. عبد الله السعيد بيلعب احنا بنسميها شويه ميدو على الواقف يعني، بيلعب كور من تحت شويه، بيقدر يباصي في مساحات ضيقه وياخد الكوره ويلعب اللونج باص والكلام ده، انما صالح جمعه بيروح وبيعدي وبيعدي بسرعته، عنده الملكه دي. فعشان يبقى لك حس هجومي يوم السبت خلال الضغط القوي اللي هيبقى عليك، لازم يبقى عندك ناس تكمل كويس مع الفراوده او الناس اللي بتلعب الحته الهجوميه. زي ما بقول لك لو انت فضلت 0-0 بعد ما تخلص الثلث ساعه الاولانيه وتقدر تفرض سيطرتك على نص الملعب وتهاجم، انت بالتالي هتخوف الترجي، لان ما تنساش برضو نادي الترجي وكانت ملحوظه كبيره جدا في الفتره الاولانيه الثلث ساعه الاولانيه في مصر انهم كانوا نازلين خايفين منك. طبعا خايف منك قوي. بس انت للاسف زي ما بقول لك ما استغلتش، لان سيناريو الماتش جه عكس الاتجاه. هو انت مش ما استغلتش يعني، يعني بدلك بدلك جبنا جول وضيعنا الازار وبعدين جه في الجول جه في الجول مش يعني هو ده. لا وبعدين زي ما بقول لك الشوط الثاني نازل خلاص هتضغط وتركب الماتش جه في الجول تاني. هو السيناريو بتاع الماتش ربنا مش عارف شايل الخير فين. طبعا هناك لازم عدي الثلث ساعه الاولانيه افرض سيطرتك على نص الملعب، لازم برضو الترجي يحس انك ليك قوه هجوميه ونازع هجومي جامد، لان انت غصب عنك لازم تهاجم اكيد، لان بمرور الوقت زي ما انا بقول لك ان انت التعادل السلبي في صالح الفرقه الثانيه، فانت لازم تحسسه بقوتك في حته الهجوميه. اكيد انا معاك واتفق معاك تماما. يعني ممكن تعمل لنا تشكيله او خلينا نقول التشكيله الاماميه، التشكيله اللي هي اصل الحته اللي ورا معروفه طبعا. ربنا يستر النهارده يعني سعد، ودي برضه من المشاكل الكبيره السبب. ربنا يستر لان لسه برضو بكره وبقول اجهاد خفيف يعني ممكن بكره يعني ربنا يستر. خلي بالك ان برضه اجهاد خفيف دي تخوف، لان عنده مهام قويه جدا جدا بكره. انت بتتكلم على اللعيب اللي ماسكه بعد بكره، اللعيب اللي ماسكه الاحسن لعيبه بالظبط موجود او احسن لاعبين اللي موجودين في فريق الترجي هو الفنيسي وبيقدر يعمل مساحات وبيقدر يحرز اهداف وبعدين عايز اقول حاجه برضو للاسف برضو رامي الفتره اللي فاتت انا بتكلم على المنطقه بتاعتي برضو مش على المستوى المطلوب منك يا رامي. انت المفروض احسن من كده، ويعمل حسابه ان بكره طالما سعد لو اشترك ان شاء الله يشترك ويبقى كويس انه برضو حته الاجهاد لازم هو يكون عامل حسابه ان هو ممكن يشيل يغطي الحته دي. تتكلم على الاجناب طبعا معروفين احمد فتحي وطبعا مش عارف بقى مين اللي هيلعبها بصراحه. ممكن الكابتن حسام يعني يلعب علي، ممكن يلعب مش عارف، اعتقد انه هيلعب علي تمام لانه ابتدى بيه طبعا هنا. وزي ما بقول لك علي عنده برضو الانطلاقات، لان اعتقد ان شاء الله بعد بكره ان شاء الله هيبقى في مساحات تمام مع الضغط بتاع فرقه الترجي، هيبقى في مساحات يقدر النادي الاهلي يستغلها من الجنبين. فعلي معلول في الحته دي طبعا عاشور والسوليه. انا في رايي صالح جمعه يبقى موجود، يعني عاشور والسوليه برضه، ولا ممكن الكابتن حسام يلعب ما اعتقدش. لا انت ما ابتديتش هنا، هتبتدي هنا. ما هي خلي بالك يعني مش عايز اقول سلاح ذو حدين يعني لازم بقى قلبي ميت. هو اعتقد ان ممكن يبدا المباراه كده ميدو، وممكن على حسب ظروف المباراه يروح مخرج حد، لان انت ما هو يعني انت لازم تهاجم ولازم تحرز اهداف، لازم انت لازم تعمل كده. فظروف الماتش ممكن يسحب حد من الديفندرات على حسب ظروف المباراه والتوقيت اللي هو عايزه، وممكن ينزل حد مهاجم اضافي.
طبعا الاجناب انا في رايي انه لازم يبدا بوليد سليمان. وليد سليمان خبره، شفنا له تالق كبير في المباريات اللي هي بالذات في تونس، وكان له يعني مباريات كبيره عملها هناك، عنده عنصر الخبره قوي في الالتحامات، سريع، فممكن يبدا بيه. طبعا اجايه ممكن يلعب طبعا ناحيه اللي يبقى وليد سليمان وطبعا قدامه طبعا ازارو لازم طبعا يبدا بيه، لان بقول لك المباراه هتبقى فيها مساحات، وهو طبعا بيمتلك طبعا سرعات، فممكن ده انا في رايي هو ده التشكيل الانسب. الا بقى السيناريو اللي في دماغ كابتن حسام ايه؟ يعني ممكن يقول للعيبه ايه؟ نبدا مثلا ماتش نطلع الشوط الاول 0-0 على قد ما نقدر، طبعا زي ما بقول لك هو هيقسم بقى ونرمي بكل خطوطنا واسلحتنا الهجوميه الشوط الثاني عشان ننهي على المباراه، لازم، خصوصا ان فريق الترجي وقع بدنيا منك الشوط الثاني. ده كان واضح بصوره كبيره، وده اللي هيعتمد عليه زي ما بقول لك التحفظ في دفاعي في الشوط الاولاني، والتزام كامل من جانب الاطراف في الناحيه الدفاعيه، لان برضو الترجي عنده اسلحته كتير، بيلعب على الاطراف وفي الاختراقات، فلازم يبقى في تحفظ دفاعي والتزام بالجوانب الدفاعيه من جانب هنقول السته اللي موجودين، الاربعه المدافعين مع الاثنين الديفندرات. هيبتدي زي ما بعد كده بقول لك، يمكن بعد ما يعدي الثلث ساعه الاولانيه او 25 دقيقه الاولانيه ممكن يبتدي يباين بقى المخالب الهجوميه. اعتقد الشوط الاولاني لو انتهى 0-0 لازم يبدا من الشوط الثاني، من اول بدايه الشوط الثاني بقوه هجوميه، يستغل ضعف اللياقه البدنيه من جانب الترجي، وممكن يهجم لان انت ما عندكش بديل، انت ما عندكش بديل، وما ترتكنش على انك لغايه اخر لحظه ممكن تجيب جول، ممكن ما يحصلش اكيد، فانت لازم تبدا أكيد. من الشوط الثاني بقوه هجوميه وبكل اسلحتك بقى. يعني خلاص حسام بدري وفوز البنزرتي حافظين بعض تمام، وداخلين في دماغ بعض كمان. طبعا طبعا، يعني ممكن الكابتن حسام يعمل كمين لفوز البنزرتي ولا العكس؟ يعمل له كمين ازاي؟ ان هو يعني طبيعي او الوارد او بنسبه مثلا 80% ان فوز البنزرتي هيستغل اسلحته زي ما حضرتك قلت، طبعا جماهير ارضي، برضو الدفعه المعنويه بتاعه فريق الترجي ان هو عمل معاك نتيجه جابها 2-2 هنا، وابدا اضغط على النادي الاهلي بحيث ان انا اخلص المباراه. ممكن الكابتن حسام ان هو يستغل الكلام ده ازاي؟ هو لو حب يعمل له كمين كروي زي ما احنا بنقول، هو انا اعتقد هيستغل التفوق النفسي نتيجه النتيجه الايجابيه اللي عملها هنا، وممكن برضو يستغل بعض الاسلحه اللي هي المشروعه، موضوع وده اللي انا حاسه اللي هيعمله من البدايه، التصويب من بره كتير جدا علشان هقول لك شريف يتهز والكلام ده والموضوع ده، فممكن يعني يستغل الحته دي جامد، وربنا طبعا يخيبهم في الموضوع ده ان شاء الله. عشان كده انا بقول لك التركيز مهم قوي في البدايه. الماتش ده لا يحتمل الغلطات والاخطاء اكيد، لان انا بقول لك هدف ممكن يغير نتيجه المباراه تماما، أكيد وتبدا أكيد بقى حسابات من نوع اخر وتغيير في التشكيل سواء من جوه الملعب او من بره الملعب. فنتمنى السيناريو اللي احنا حابينه او بنفكر فيه، التقفيل الدفاعي في البدايه لغايه ما حمى البدايه تخلص، السيطره على نص الملعب، مخالب هجوميه، زياده عدديه عن طريق صالح جمعه او حتى عبد الله سعيد لو لعب، احنا ما بنستغلش برضو التصويبات من الخارج، عندنا كذا واحد ممكن يصوب من الخارج، سواء وليد سليمان عنده حته تصويب، عبد الله سعيد حته تصويب، كذا واحد يقدر في السلاح ده. ان شاء الله باذن الله السيناريو يعني يبقى زي ما احنا عايزين ان شاء الله يا رب. متفائل؟ متفائل بس يعني بحذر، لان التفاؤل في مباريات زي دي انا عارف الاجواء اللي هناك بتبقى عامله ازاي، عارف قوه الفريق الترجي، هي شعره تفصل بين النتيجه. لو الترجي عدى فتره من غير اهداف وحس بخطوره النادي الاهلي الهجوميه هتبتدي المعنويات تقل، والسيناريوهات اللي حصلت قبل كده مع فريق الترجي وفريق والفرق التونسيه بشكل عام واكيد هم حاطين الكلام ده في دماغهم، تبتدي في المخيله وتبتدي مع الجمهور، ممكن ده يبقى عامل نفسي يعمل عمليه احباط مع الفرقه او تخوف ينتج عنه غلطات
وده اللي احنا طبعا يعني بنأمله. اتمنى طبعا ان التحكيم يكون طبعا بالصوره العادله للفريقين، ما يكونش على مستوى التحكيم بتاع المباراه الاولانيه، ده طبعا هيفرق كتير جدا طبعا، وان شاء الله خير خير يعني. يا رب يا كابتن، يعني للاسف وقتنا انتهى، بس اكيد يعني انت معانا بقى على طول يعني ان شاء الله. نورتني وشرفتني. شكرا شكرا. وان شاء الله يعني انا شايف في عينيك التفاؤل مع الحذر ان شاء الله، برضو لعيبه النادي الاهلي اكيد عندها تفاؤل مع الحذر، اكيد كل جماهير النادي الاهلي ان شاء الله بعد ما يرجعوا بالسلامه ان شاء الله باذن الله. نورتني وشرفتني يا كابتن. شكرا. يعني كده كانت خلصت الفقره بتاعتنا مع كابتن محمد حشيش، وقبل كده كان الكابتن مصطفى كمال. كل التوفيق وكل الدعاء من القلوب لكل جماهير الاهلي، ان شاء الله ينصر الابطال زي ما هم معودنا، وكل سنه هجريه وانتوا دايما طيبين وبالف خير. نورتوني وشرفتوني ومع الف سلامه.